يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبرحب بكم جميعا في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. للأسف نواند هتكون غايبة عننا الأسبوع ده، لأن هي مسافرة ترجع بالسلامة إن شاء الله وتنور الدنيا ابتداء من الأسبوع اللي جاي. وطبعا حلقتنا النهاردة أكيد لن تخلو من الحديث ذو الشجون عن منتخبنا وعن الحال اللي تخيلنا ان هو هيتبدل ويتغير 180 درجه بعد الماتش الثاني، لكن للاسف الشديد بقي الحال على ما هو عليه. والناس الكتير جدا قوي خالص، احنا هنا بنتكلم على ملايين المصريين اللي كانوا متعشمين في ان هم يشوفوا حاجه تانية خالص غير اللي احنا شفناها الحقيقه في الماتشين اللي فاتوا. احنا بنتكلم على ان احنا الدوله صاحبه الانجاز التاريخي، احنا الاكثر تتويجا بلقب هذه البطوله، ومع هذا ده ما منعناش ان احنا نغيب عن منصه التتويج في هذه البطوله لمده 13 سنه. وعندنا كلنا كان امل كبير جدا في مجموعه اللعيبه بتاعتنا، احنا عندنا سكواد محترم جدا من اللاعبين بالمناسبه، المفروض كانوا يورونا حاجات تانيه خالص غير اللي احنا شفناها. وقلنا ان الجيل ده برضو جيل عنده من القدرات ما يسمح بان هم يقفوا على منصة التتويج ويعودوا مرة تانية تحقيق الحلم لكل المصريين، لكن للأسف لغاية دلوقتي شفنا أداء هزيل جدا غير مرضي وغير مقنع في معظم الأحوال. طبعا اللغط داير اليومين اللي فاتوا، مش قادر أقول لحضراتكم إلى أي درجة بقى فكرة تراخي اللعيبة من عدمه، فكرة تقاعس المدير الفني من عدمه، وفي ناس تعدت كمان حتى المرحلة دي ودخلنا على محمد صلاح شخصيا، والبعض اتهموا بالتهرب من يعني استكمال دوره في ماتش غانا، والناس التانية طبعا بيترد عليهم من قبل اخرين، وانتوا بتتكلموا على محمد صلاح، طب شوفوا تاريخه مع المنتخب، شوفوا انجازاته، شوفوا الروح الى اخره. فكان علينا من ده بايه؟ يعني احنا حطينا نفسنا في حسبة ما يعلم بها الا ربنا، وكنا قادرين على ان احنا ما نبقاش في الحته دي خالص. احنا داخلين دور المجموعات ومعتقدين، وده اعتقاد مشروع جدا ومنطقي جدا، ان احنا هنكون متصدرين، مش واصلين لمرحله اني عالم هيحصل ايه في الماتش الثالث، ولو لا سمح الله حصل خساره يبقى الحسبه ايه، ولو حصل تعادل يبقى الحسبه ايه. المفروض ان احنا بعيد قوي قوي عن هذا الامر الحقيقه يعني. لكن اكيد طبعا في حاجات كثيره لازم تتاخد في الاعتبار، واكيد هنتكلم مع حضراتكم عنها سواء في الفقره الحواريه المخصصه للحديث عن كاس الامم الافريقيه، او في سياق حلقتنا. بالمناسبه في الساعه الثانيه النهارده هيكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هنبص من خلالها بصه كده على كاس امم اسيا والمتاهلين لدور ال 16، وكمان هنتكلم عن كاس السوبر الايطالي، دي الفقره اللي هينورنا فيها الاستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. الفقره الثانيه بقى طبعا دي هنخصص فيها كلام بالكامل عن كاس الامم الافريقيه، وكمان هنتكلم في هذه الفقره عن معسكر النادي الاهلي مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي اللي هينورنا في الفقره الحواريه الثانيه. بدايه وعلى ذكر النادي الاهلي لازم طبعا يعني دي بدايه سعيده بقى لحلقه النهارده، الجزء الاولاني كان ذو شجون، لكن الجزئيه دي كالعاده النادي الاهلي دايما طول عمره مصدر فخر وبهجه وحقيقه وواجهه لكل منسوبي النادي الاهلي، سواء لاعبين اداريين عاملين او حتى جمهور زي حالتنا. مليون مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان، الفوز بجائزه جولدن جلوب سوكر اللي افضل نادي في الشرق الاوسط. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان موجود في هذه الاحتفاليه وكان منور الدنيا، وخلال استلامه لهذه الجائزه كان حريص كالعاده على اهدائها الى جمهور النادي الاهلي، وكمان كان ليه يعني اهداء للعمري فاروق، وكلمه شديده الخصوصيه الحقيقه قالها في حق العمري فاروق نائب رئيس النادي، اللي طبعا للاسف الشديد بيمر بمنحه يعني محنه صحيه بقاله فتره طويله، وكلنا اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل والعوده الى ناديه والى اسرته والى كل محبيه في كل مكان. توج النادي الاهلي بجائزه جلوب سوكر بعد تفوقه في الاستفتاء اللي اجرته اللجنه المنظمه، طبعا بعد النجاحات الكبيره المتتاليه اللي حققها النادي الاهلي خلال 2023 على صعيد كرة القدم، حيث توج بخمس بطولات، هي دوري أبطال إفريقيا، الدوري المحلي، كأس مصر، ولقبي السوبر المحلي، وكمان المشاركة في كأس العالم للأندية اللي أقيمت في المغرب في فبراير اللي فات، وفوزوا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية اللي أقيمت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي. طبعا تتويج النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر هو التتويج الثاني على التوالي، سبق وتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة الأهلي نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، الكلام ده كان من حوالي 4 سنين سنة 2020. الجدير بالذكر أن تمنح جوائز جلوب سوكر سنويا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواء كانوا مدربين، لاعبين، رؤساء أندية، وكلاء أعمال.
إلى آخره. وطبعا بيقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين وأيضا رابطة الأندية الأوروبية. كانت احتفالية ضخمة جدا مشرفة جدا كالعادة، دايما شعار النادي الأهلي واسمه بيرجوا الدنيا وبينوروا هذا الحدث الكبير، وطبعا كانت حاجة عظيمة جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. الجائزة دي زي ما قال عليها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، تعد تتويج لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي الأهلي، ومن قبلها طبعا ودي حاجة لازم تتقال ومش على سبيل المجاملة، احنا لما بنتكلم على جمهور النادي الأهلي ده إقرار لواقع ملموس، اللي ما بيشوفوش يبقى أعمى. احنا بنتكلم على ان النادي الأهلي ومن قديم الأزل من واحنا أطفال صغيرين طول عمر جمهور النادي الأهلي شديد الخصوصية، وفي تشجيعه وفي محبته للنادي الأهلي شديد الخصوصية وشديد المنطقية. احنا جمهور منطقي جدا جدا، وطول عمر جماهير النادي الأهلي داعمة ومساندة ومؤازرة لكل فرق النادي الأهلي الحقيقة في كافة المحافل سواء كانت داخلية أو خارجية. أضاف كمان عقب حضوره حفل توزيع جوائز جلوب سكر إن النادي الأهلي وجماهيره يستحقان هذا التتويج عن جدارة في ظل النجاحات الهائلة اللي بيحققها النادي الأهلي، واللي طبعا بتضعه دائما في المكانة اللي هو يستحقها وتليق بيه. كمان يعني الحقيقة عجبني جدا تصريح الإسباني الأشهر على الإطلاق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على هامش طبعا حضوره حفل توزيع جوائز جلوب سكر، واللي بالمناسبة حصل من خلالها المانشستر سيتي على جائزة أفضل نادي في العالم. قال جوارديولا في تصريحات خاصة لإعلام قناة النادي الأهلي، قال الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع، قال إن هو كان في أجازة مع عيلته في مصر وكان منبهر بكمية المحبة الكبيرة من كل الناس في مصر للنادي الأهلي، وقال لقد حققوا بطولة رائعة وكانوا مميزين في مونديال الأندية واستحقوا الحصول على المركز الثالث. طبعا كلام محترم جدا من شخصية مرموقة جدا في عالم كرة القدم. على ذكر الكلام اللي اتقال في حق النادي الأهلي، تعالوا كمان نتابع مع حضراتكم رسالة جمهور النادي الأهلي للنادي الأهلي بعد الفوز بجائزة جلوب سكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل. اتفضل. طبعا عايز اقول لكم ان الجوائز اللي بيحصدها نادي القرن مش مفاجاه على الاطلاق، يعني نادي الاهلي عمره ما فاجئنا انه بخد جائزه او خد بطوله، لان احنا متعودين على كده، واللعيبه اتربت على المكسب واتربت على حصد البطولات. وطبعا ببارك للنادي الاهلي على حصوله على جائزه احسن نادي في الشرق الاوسط، وطوبى لمن يصنع الحياه. محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم يعني بيصنعوا حياة جديدة في النادي الأهلي من كل النواحي وعلى كل الأصعدة، مش في كرة القدم بس. ألف ألف مبروك، وفعلا ده المتوقع من النادي، وإحنا سنة ورا سنة بنكبر وبنثبت نفسنا في كل المحافل الدولية. وببارك لك كابتن محمود الخطيب، ونقول لك كابتن عمرو فاروق ألف سلامة. أقول للنادي الأهلي يعني ده الطبيعي، وده رؤية الكابتن محمود الخطيب، و يعني كل المنظمات الدوليه بتثق في النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي هو الموجود في المحافل الدوليه، وده الطبيعي. النادي الاهلي منظومه متكامله مكونه من الاداره، من الجمهور، من كل اللاعبين في كل المجالات وكل الرياضات اللي موجوده جوه النادي. احب اقول شكرا على الاداء المحترف والمحترم اللي انتوا بتقدموه لجمهوركم اللي مش بس في مصر، لا ده موجود في جميع انحاء العالم. بحب ابارك النادي الاهلي، ودي حاجه مش بعيده عن اداره مجلس اداره النادي الاهلي وجمهوره، متعودين دايما على الانجازات والبطولات، وان شاء الله من نجاح لنجاح. الف مبروك اولا، وبعدين دي يعني حاجه طبيعيه للنادي الاهلي، منظمه كبيره ومؤسسه كبيره عريقه، وده الطبيعي، ده الوضع الطبيعي ان النادي الاهلي لازم يبقى في توب 10 في كل حاجه، فالحمد لله يعني ده حاجه كويسه للنادي وحاجه نتشرف بيها احنا كاعضاء في النادي. يعني الف مبروك، ودايما النادي الاهلي نادي انجازات، ودايما النادي الاهلي نادي من اعرق الانديه واكبر الانديه يمكن تكاد تكون في العالم كله، ويعني ربنا يديم علينا نعمه الاهلي. مبروك طبعا اولا، وطبعا يعني دي حاجه كبيره جدا، ويعني حاجه فعلا كويسه جدا للنادي الاهلي ان هو يبقى في مكان زي ده وفي مرحله زي دي، ويعني دي حاجه طبيعيه فعلا قوي للنادي الاهلي يعني اللي هو يبقى في حته زي دي، فيعني مبروك جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده هو معودنا دايما على كده، والنادي الاهلي بانجازاته بيوصل للعالميه وواصل للعالميه، وان هو ياخد جلوب سكر دي حاجه عظيمه، وتفضل انجاز انجاز ورا انجاز لغايه لما نبقى رقم واحد في العالم.
النادي الاهلي دايما بيفرحنا بالبطولات والانجازات، انجاز ورا انجاز وبطوله ورا بطوله، وارجو ان احنا نستمر في هذه الانجازات ونحقق البطولات سنه ورا سنه عشان نحافظ على لقب احسن نادي في الشرق الاوسط. طبعا يعني النادي الاهلي بيقدم عظمه كالمعتاد، ولعباره التهنئه الشهيره الف مبروك سمعناها قبل كده عشرات بل مئات ان ما كانش الاف المرات من جمهور النادي الاهلي للنادي الاهلي اللي دايما مفرح جماهيره ومشرفهم في كل المحافل المحليه والدوليه. تعالوا بقى نروح لبعثه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اللي وصلت بسلامه الله لدوله الامارات العربيه الشقيقه بالامس، طبعا استعدادا لخوض معسكر الاعداد للمرحله المقبله ان شاء الله. وعايزين برضو نعرف حضراتكم ان شاء الله هيتخلل هذا المعسكر اقامه مباراتين وديتين كاعداد لكل اللاعبين. تعالوا نتعرف على كل التفاصيل بقى المتعلقه بهذا الملف من خلال مراسلنا وزميلنا العزيز المتواجد في دوله الامارات الشقيقه فاروق صلاح. فاروق صباح الفل عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. بصب عليك يا كريم وبصب على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الامارات العربيه المتحده وبالتحديد اماره عجمان مقر اقامه فريق للنادي الاهلي. وزي ما انت قلت يا كريم احنا كلمه الف مبروك سمعناها كتير وده بيشيلك مسؤوليه التحضير والاستعداد للفترات اللي قادمه. انت اي بطوله بتدخلها انت مطالب بتحقيق المركز الاول، مطالب بتحقيق البطوله، ده بيتطلب منك طبعا ضروره الاستعداد الجيد. لذلك طبعا النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني تقرر طبعا اقامه معسكر للنادي الاهلي في الامارات وبالتحديد في اماره عجمان من اجل طبعا الاستكمال الفتره القادمه سواء في المشوار الافريقي الدفاع عن اللقب وايضا بطوله الدوري والدفاع عن اللقب، كلها امور مهمه جدا. بالامس كان اليوم الاول لفريق النادي الاهلي هنا في اماره عجمان يعني بدون الخلود للراحه، كان الوصول طبعا الى مطار دبي ثم استقلال حافله والوصول الى اماره عجمان، يعني اللي تقدر تقول فتره راحه من رحله الطيران يعني استمرت لساعتين يعني من بعد وصولنا الى اماره عجمان. حصل لعيبه بس على ساعتين يا دوب تسكين الغرف وكل لاعب في غرفته. بعد ساعتين كان انطلاق تدريب فريق الاهلي الاول في اماره عجمان هنا على ملاعب نادي الشرطه. تدريب من اليوم الاول يا كريم تقدر تقول يعني بيغلب عليه الجديه اللي عند كل اللاعبين، اللعيبه كلها بتحاول تستغل هذه الفرصه سواء اللعيبه الناشئين اللي اكيد هستفيد معاهم معاك في الكلام عنهم، وايضا بتغيب عن المشاركه في الفتره الاخيره. في بعض الملامح اللي تقدر تقول عليها كريم من التدريب الاول للنادي الاهلي بتبان، يعني بالامس تشوف انتوني موديست. طبعا يا كريم انت عارف انتوني موديست يعني كان صاحب فوز او هدف فوز النادي الاهلي على فريق مودرن فيوتشر في مباراه السوبر، الهدف ده فرق كتير جدا مع انتوني موديست في العلاقه مع اللاعبين في الحاله النفسيه، واحد من اللعيبه اللي شايفه بشكل مختلف تماما في تدريبات النادي الاهلي، ايضا اللعيبه الناشئين. وهنا يا كريم عايز اقف برضو يعني من خلالك برضو ان انا اعرف جماهير النادي الاهلي عدد اللعيبه الناشئين طبعا الموجودين في معانا في معسكر فريق النادي الاهلي، ونقول برضو مراكزهم واعمارهم السنيه. خليني نقول لك ان احنا معانا 10 لاعبين طبعا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طبعا لظروف تواجد عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، 8 لاعبين من النادي الاهلي مع المنتخب المصري الاول، موجود اليو ديانج مع منتخب مالي، بيرستاو مع منتخب جنوب افريقيا، وعلي معلول مع منتخب تونس. النادي الاهلي هو اكثر يعني الانديه اللي بتمثل عدد كبير جدا منه من اللاعبين في المنتخبات الوطنيه، الى جانب وجود عدد من اللاعبين طبعا مع المنتخب الاولمبي اللي بيخوض ايضا معسكر اعداد هنا في الامارات، طبعا وجود حمزه علاء وكريم الدبيس عدد من اللعيبه المهمه جدا في تشكيل النادي الاهلي. لو نستعرض اللعيبه الناشئين يا كريم عندنا في مركز حراسه المرمى اللاعب او الحارس حازم جمال، وده حارس مرمى مواليد 2005. في مركز قلب الدفاع او خط الدفاع اللاعب احمد عبدين، وده اصغر لاعب في معسكر اعداد النادي الاهلي، لاعب قلب دفاع مواليد 2006، معتز محمد 2005 قلب دفاع، وايضا ابراهيم عبد الحكيم يعني لاعب خط الدفاع فريق مواليد 2003. في مركز الظهير الايسر عندنا اللاعب مازن اسامه مواليد 2003 واسلام عبد الله مواليد ايضا 2003. عندنا في منتصف الملعب 4 لاعبين من اللعيبه المميزه جدا سواء يوسف سيد عبد الحفيظ وده لاعب مواليد 2005، عندنا
عندنا اللاعب فارس خالد مواليد 2005، احمد طعيمه مواليد 2003، واللاعب مصطفى ابو الخير لاعب مواليد 2004. مجموعه من العناصر المميزه اللي مستر كولر الكابتن خالد بيبو اتكلم مع اللاعبين قال لهم ضروره استغلال هذه الفرصه. الفرصه يعني لما تكون في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي الفرصه بتيجي قليله، لذلك عليك ان انت تتمسك بالفرصه. شايفين يعني روح كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي خاصه كباتن فريق النادي الاهلي اللي يعني قفش على الطائره او يعني خلال رحله الطيران مجمع اللعيبه الناشئين عمال ينصح يدي نصايح مهمه جدا. حلقه التواصل اللي دايما يا كريم بتقول في امور انت ما بتشوفهاش غير في النادي الاهلي، لما تلاقي الكابتن قفشه مع اللعيبه مع يوسف سيد عبد الحفيظ مع حازم جمال مع احمد عبدين مع معتز بيدي نصايح للاعبين، الكابتن عمرو السوليه والكابتن رامي ربيعه طاهر محمد طاهر كلامهم مع اللاعبين، يعني ما تحسش ان اللاعب ده ناشئ، لا اللاعب ده اكنه بيلعب مع الفريق الاول او متواجد مع النادي الاهلي في الفترات السابقه. فدي من الامور المهمه جدا والمميزه اللي دخلت سريعا اللاعبين في الاجواء. الامس مستر كولر طبعا يعني ابتدى التدريب بجانب بدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم بقى الجوانب الخططيه واختتم المرام بتقسيمه قويه تالق فيها كل اللاعبين. تقدر تقول من يعني من الامور اللي احنا ايضا لمسنا حاله التالق اللي شايفين عليها اللاعب محمد كريستو، يعني كريستو واحد من اللعيبه اللي عاد من الاصابه ظهر امس بشكل مميز جدا. طاهر محمد طاهر اللي بيظهر بشكل اكثر من مميز. وسام ابو علي، وعايز اقف عند وسام ابو علي واحد من اللعيبه اللي خلاص يعني انضم للنادي الاهلي مؤخرا، يعني تقدر تقول سريعا دخل في الاجواء بالامس، يعني تالق مصطفى شوبير وانقذ يعني اكثر من هدف محقق من وسام ابو علي في التقسيمه الاخيره. انتوني مودست وعلاقته مع وسام ابو علي واللي يعني حاله اللي يعني اللي بيبقى فيه يعني جانب كده من المداعبه ما بين اللاعبين، ويعني رغم ان هم بيلعبوا في مركز واحد ولكن روح مهمه جدا ومميزه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا يومنا النهارده بقى كريم احنا بادئينه معاك من بدري هنا يعني في برنامج 10 الصبح في الاهلي، هيكون عندنا تدريب النهارده الفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 4 بتوقيت الامارات الساعه 2 بتوقيت القاهره. طبعا مستر كولر يعني منظم شويه موضوع التدريبات يكون في وقت مناسب ايضا للاعبين، على يعني بيدي فرصه اكتر للاعبين اللي عايزين يتابعوا مباريات الكاس الامم الافريقيه. طبعا بالامس كان اللاعبين بتتفرج على مباراه تونس ومنتخب مالي، تعاطف كبير جدا طبعا يعني انت ما بين امرين تتعاطف مع ديانج او تتعاطف مع علي معلول. طبعا ياسين المكاري ومحلل اداء النادي الاهلي طبعا يعني كان احد كبار مشجعين طبعا بحكم طبعا انه يعني يعني لاعب من لاعبي فريق النادي الافريقي التونسي وصاحب الجنسيه التونسيه. طبعا بالامس كان يعني كله يعني بشغف كبير جدا مستني هدف يكون لفريق لمنتخب تونس، لكن المباراه انتهت بالتعادل. تقدر تقولي الاجواء مميزه جدا يا كريم، انت بتتكلم هنا كمان في درجه حراره 27 درجه مئويه، اعتقد يعني التوقيت في هذا التوقيت درجه حراره مميزه جدا. كل الاجواء بقى وكل الظروف طبعا يا كريم مع الحاله المعنويه للاعبين ان شاء الله يكون ليها مردود خلال الفتره القادمه. طبعا يا كريم انا موجود معاك بقى، اي استفسار اي تساؤل عايز من خلالك من يعني من خلال برنامج 10 الصبح نرد يعني نوصل للجمهور ونقول للجمهور كل التساؤلات اللي بتدور في اذهان الجماهير. والله بص هو كالعاده فاروق وده الحلو في حالتك وفي حاله كريم وفي حاله كل الزملاء والزميلات من المراسلين والمراسلات، مفيش مساحه للاسئله لان انتم بسم الله ما شاء الله دايما رسائلكم كافيه ووافيه وبتحمل كل يعني ما يتبادر لذهن اي حد. انا شخصيا وانا قاعد بسمعك قاعد برقاد لك اقول طب عايز اساله عن كذا الاقيك بتجاوب بشكل ضمني. بس انت ما قلتناش كريستو وضعه ايه اثناء متابعه اللقاء بتاع امبارح؟ هو كريستو برضه انت فاهم تونس يعني خلينا بالظبط. عايز اقول لك ان كريستو كريم طبعا لعيب من اللي كان غايب من الفتره الاخيره نظرا لظروف الاصابه. بالامس كريستو يعني في التقسيمه الاخيره ظهر بشكل مميز جدا وشكل لافت للنظر، كلام كتير جدا بعض الاخبار اللي بتتداول على السوشيال ميديا عن كريستو ورحيل كريستو الكلام ده غير صحيح بالمره. خليني اكد لك هذا الكلام، مستر مارسيل كولر اجتمع مع كريستو قال انت واحد من العناصر المهمه جدا الموجوده معايا، شايفين كريستو بعد عودته من الاصابه بيظهر بشكل مهم جدا بشكل مميز جدا، يعني تقدر تقول يعني الحاله المعنويه والدفعه المعنويه اللي اداها مستر كولر لكريستو، اعتقد كريستو واحد من اللعيبه اللي هيكون يعني عودته من الاصابه هتكون اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. خليني اقول لك ايضا على هامش المران واختتام المران، مستر كولر اجتمع كده يعني لمده 5 دقائق مع كريم فؤاد بحضور خالد الجوادي، اتكلم مع كريم فؤاد في بعض الامور الفنيه اللي بيحتاجها منه في الشق الهجومي. يعني مستر كولر المشهد واقف بيشرح له يعني
بالمشهد يعني زي ما احنا بنقول متابعين المشهد بكل التفاصيل، يعني بحركه الجسم يعني بالضروره شكل انهاء الهجمه يكون بالشكل ازاي. ايضا يعني اللي كان ليه نصيب ايضا من هذا الاجتماع وسام ابو علي اللي مستر كولر كان حريص جدا انه يشتغل معاه على ركلات الجزاء، واحد من اللعيبه ايضا اللي بيتميز بتسديد ركلات الجزاء هو وسام ابو علي. طبعا مستر مارسيل كولر بعد اختتام التدريب بيخصص بعض اللاعبين طبعا لتسديد ركلات الجزاء طبعا يعني بيتالق فيها سواء بقى مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حازم جمال، ولكن يعني عندك مجموعه من اللعيبه مميزه جدا في تسديد ركلات الجزاء: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، ووسام ابو علي، وايضا كريم فؤاد. المجموعه اللي كان اختارها بالامس مستر كولر طبعا لتسديد ركلات الجزاء، زي ما انت قلت كريم في مستهل كلامك ان شاء الله ان من المقرر خلاص يعني اللي خليني اكد لك على هذا الامر هتكون هناك مباراه وديه لفريق النادي الاهلي يوم 23 امام فريق الاخدود، ودي هتكون اولى المباريات الوديه. بالنسبه للمباراه الثانيه يعني جاري يعني ما بين يعني الامر اللي كان اعلن ان المباراه بتتقال يوم 27، خليني اكد لك خلال يعني الساعات القادمه يتم التنسيق والتاكيد هل المباراه تكون يوم 26 او يوم 27. خلال يعني بخلاف هذه الامور تقدر تقول كل الامور هنا يعني منظمه جدا. خليني برضو اشكر الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي اللي كانوا في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي بالامس مع الكابتن سمير عدلي، يعني شركه 6 ياردز بقياده الاستاذ هشام مرزوق رئيس مجلس الاداره والاستاذ عمرو مرزوق الايمين بدور اكثر من ممتاز طبعا مع الراعي الرسمي لمعسكر النادي الاهلي شركه لارز للتطوير العمراني، ايمين بدور يعني بيوفروا كل حاجه لبعثه فريق النادي الاهلي ولكل اللاعبين والجهاز الفني. ان شاء الله مردود هذا المعسكر يكون يعني بالشكل الايجابي ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله كريم، خاصه ان انت يعني ما عندكش رفاهيه اي امر انك يعني تلعب على مركز ثاني، انت هدفك كله المركز الاول، هترجع عندك بطوله افريقيا، عندك بعد كده كاس مصر، عندك بطوله الدوري، اعتقد بطولات كبيره جدا وتحديات كتيره جدا عشان اقف معاك وتقف معاك ونقف نتكلم يا كريم وتقول كلمه الف مبروك اتعودنا نقولها ولكن لسه ما شبعناش منها، وان شاء الله تستمر كلمه الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا اكيد الاجواء عندك كلها ايجابيه وفي طاقه ايجابيه ماليه المكان، بس انا عايز اسالك على لما بتيجي سيره المنتخب ما بين لعيبه النادي الاهلي المتواجدين معاك في المعسكر، ايه اللي بيتقال؟ يعني خليني اقول لك برضو يا كريم في هذا السياق ان في تواصل مستمر جدا من لاعبي النادي الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي اللي في المنتخب الوطني، يعني ايضا الكابتن خالد بيبو حريص ان هو يوميا يطمن على لاعبي النادي الاهلي، على اللعيبه ايضا على علي معلول، على بيرستا، وعلى اليو ديانج، بيتكلم يوميا مع الكابتن محمد الشناوي يطمن من خلاله على حاله اللاعبين استعدادهم، بيحملوا رسائل اللاعبين ورسائل للجمهور ان احنا يعني بنثق فيكم، مستنيين منكم ان شاء الله الفوز على فريق كاب فيردي في المباراه الاخيره والصعود الى الدور ال 16. في تواصل طبعا انت عارف بقى في لعيبه يوميا يعني حسين الشحات، قفشه بيتكلموا على طول على تواصل مع كهربا، مع امام عاشور، بعض اللعيبه رامي ربيعه بيتكلم بيتواصل مع محمد عبد المنعم، مع ياسر ابراهيم، كابتن محمد الشناوي في تواصل من مصطفى شوبير مع الكابتن محمد الشناوي، كل اللاعبين هدفهم المنتخب مصر ان شاء الله والجميع عنده ثقه. مستر كولر يعني كان برضه في كلامه وبيثق جدا في منتخب مصر وواثق جدا ان فريق منتخب مصر يتجاوز مباراه كاب فيردي ويصعد للمرحله المقبله، وقال ان مصر تبقى دائما وابدا هي من الفرق المرشحه للبطوله، ده قدر منتخب مصر زي ما هو قدر النادي الاهلي، فريق الكبير دائما بيبقى هو اللي يعني محطه انظار الجميع، كل الفرق بتيجي امام منتخب مصر عايزه ان هي تطمع انها تحقق نتيجه ايجابيه، لكن عنده ثقه كبيره جدا في منتخب مصر ان شاء الله انه يتجاوز هذه المرحله ويصل الى مرحله الدور يعني الدور الاقصائي او مرحله دور ال 16 باذن الله. هو ده الجزء اللي بتفهمش بقى، ده الجزء اللي يفرح ولا اللي يزعل؟ قيمة وقامة المنتخب المصري وتاريخ المنتخب المصري في هذه البطولة وتسيده للقارة الأفريقية، وده وضع لا يتماشى مع الأداء اللي شفناه في آخر ماتشين، لكن هنقول إيه؟ ربنا يصلح الحال. أنا بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح المتواجد حاليا في دولة الإمارات العربية الشقيقة مع معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك يا فاروق. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. امبارح بقى حضرات كان في مباراه قويه جدا 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 واتحسمت في الثواني الاخيره بالقضية ممكن، بس انا هنا مش بكلمكم عن كره القدم، انا بكلمكم عن فريق كره السله رجال بالنادي الاهلي اللي الحقيقه بيواصل عروضه المميزه جدا والقويه جدا في دوري السوبر للمحترفين. تغلب مؤخرا على فريق الزمالك في ملعب الزمالك بنتيجه 70-69
والكلام ده حصل في الثواني الاخيره من هذه المباراه الماراثونيه واللي كان فيها اكتر من ريمونتادا اهلاويه. بالمناسبه يعني اقيمت هذه المباراه على صاله نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرض ممتاز، وقدم اللعيبه اداء مميز جدا جدا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع وكمان الرميات الثلاثيه، ونجح في تحويل النتيجه في الثواني الاخيره يعني بشكل دراماتيكي بالمعنى الحرفي للكلمه بدون اي مبالغه. اللي حصل كان كالاتي يا حضرات، يعني تاخر الفريق في الفتره الاولى بنتيجه 17-21، واستمر التاخر ده في الفتره الثانيه بنتيجه 40-26، فرق كبير في السكور، وكذلك استمر في الفتره الثالثه بنتيجه 48-57 قبل أن يعود الفريق بقى طبعا للتألق من جديد في الفترة الرابعة والأخيرة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 70-69 في ماتش قوي جدا جدا جدا. الجدير بالذكر ان النادي الاهلي كان حقق الفوز في المباراه السابقه على فريق هليوبلس بنتيجه 161 ضمن منافسات بطوله الدوري، والحقيقه يعني الفريق ده عامل شغل اكتر من ممتاز في الفتره الاخيره. تعالوا نتكلم اكتر في تفاصيل هذا الامر وهذا الملف. معنا على التليفون الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي. كابتن احمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح. صباح الخير زكريا، ازي حضرتك؟ مليون مبروك يا فندم بدايه كلام. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، مبروك ليك ولجمهور النادي الاهلي واللعيبه والجهاز ومجلس الاداره. الحمد لله. طبعا حضرتك سيد العارفين اي لقاء بيجمع بين النادي الاهلي والنادي الزمالك بيبقى له يعني خصوصيه شديده جدا، وقد كان في اللقاء الاخير اللي جمع ما بينهم، بس عايزين نعرف من حضرتك بقى الملابسات كلها، وايه اللي كان فيه يعني ايه اللي خلى فيه تاخر اول ثلاث فترات من المباراه قبل ان يعود النادي الاهلي في ريمونتادا اهلاويه وينتصر في النهايه. يعني خلينا نتفق كده في الاول ان احنا امبارح ما لعبناش قوي الباسكت اللي هو متعودين عليه من مستوى لعيبه النادي الاهلي. احنا عندنا احسن من كده بكتير. يمكن احنا الحمد لله على المكسب، اهم حاجه طبعا بتبقى المكسب، لكن الاداء بيهمنا لان الاداء بيبقى مؤشر للمرحله اللي جايه ان شاء الله. طبعا امبارح مش ادائنا، امبارح احنا احسن من كده كتير. يعني قلنا كده اللعيبه بعد الماتش لازم نصلح اخطائنا. مباراه يعني المكسب فيها مهم لينا وكلعيبه وجهاز والنادي والجمهور، لكن وانت بتكسب لو انت ممكن في مكسب يبقى يخدعك، يعني يحسسك ان انت ماشي تمام ماشي كويس. لا طبعا مع المكسب ماشي كويس، بس لازم تصلح اخطائك. امبارح يمكن احنا في اول ثلاث فترات ما كانش يعني نقدر نقول مستوى الفتره الرابعه هو ده مستوى النادي الاهلي الحقيقه، واللي حضرتك بتفضلت بيه هو كمان ده اللي بيعبر عن النادي الاهلي، يعني برغم الفوز يعني حضرتك برضو واضح ده يعني حتى من تون الصوت اللي بتتكلم بيه عدم الرضا، وبتقول انه مع نهايه المباراه قلتوا الكلام ده بحذافيره لكل اللعيبه، يعني النادي الاهلي برغم الفوز لما يكون الاداء مش مرضي ومش مقنع للجمهور برضو بيبقى له وقفه كالمعتاد، ودي اكيد برضو من ضمن مفاتيح النجاح، ولا حضرتك شايف ايه؟ اكيد طبعا اكيد، لان احنا قلنا اللعيبه كده فعلا في اوضه اللبس ان احنا يعني الاداء مش كويس ومش راضيين عنه، والمكسب مبروك على المكسب، مش عايزين ناخد من فرحتهم بالمكسب. مكسب تكسب نادي الزمالك في ملعبه في وسط النادي بتاعه، ديربي لسه مدير فني متغير، فرقه بتلعب بروح جديده، مجلس اداره عندهم جديد، كل حاجه عندهم يعني ليها دوافع ان هم يلعبوا على مكسب. أكيد. لكن الحمد لله انت الحمد لله يمكن ده تقريبا الفوز ال 18 على التوالي في ماتشات الديربي مع نادي الزمالك. فيعني كان ده رقم احنا الحمد لله كناش عايزينه يتكسر امبارح، احنا نفضل ماشيين في الرقم ده كاعلى لعبه جماعيه. يعني فوز امبارح ده الفوز رقم 18 على التوالي لم يتخللوا اي تعادل او هزيمه. خالص. بسم الله ما شاء الله. بس فطبعا يعني الحمد لله على المكسب، بحيي اللعيبه واقول لهم رساله طبعا ان احنا لازم نصلح اخطائنا، وان احنا لازم نجهز اكتر، وان احنا لازم يبقى شكلنا احسن، لان احنا الفتره اللي فاتت تعبنا واتمرنا كتير. يمكن طبعا ربنا وفقنا في الاخر عشان عارف احنا بنتعب قد ايه، لكن في نفس الوقت ربنا موفقك لازم تبقى حاطط ايدك على اخطائك. أكيد. الفوز ال 18 على التوالي للنادي الأهلي على حساب الزمالك، وده الفوز رقم 15 على التوالي لأجوستي اللي لازم نقف عنده شوية، وأعرف من حضرتك كده انعكاسات وجود هذا الرجل في النادي الأهلي وما نتج عنه في الفترة الأخيرة. ده أكيد طبعا أجوستي مدرب كبير،
المدرب يعني هقول لحضرتك على حاجه، اكتر ما الباسكت عندنا يعني فنياته كتيره، والباسكت عندنا لعبه معقده شويه، لكن يمكن هو من المدربين المجتهده اللي ما بتسيبش حاجه للصدفه، اللي على طول بيهتم بالتفاصيل الصغيره، يمكن على طول الشغل كل يوم بنفس الحماس، نفس يعني شخصيه كده يعني ايه، يعني وينر كده بيرسوناليتي، اللي هو يعني راجل يعني بيحب المكسب على طول، بيدفع فرقته للمكسب، وده برضو كل الجهاز يعني سواء طارق الغيبي سواء اللعيبه. فطبعا يعني حاصل الحمد لله مع الجيل كويس، مع تدعيم من الاداره كويس، مع الجمهور النادي الاهلي، يعني كل حاجه الحمد لله مكتمله. انت تقدر تشوف النتائج دي. يمكن هو الجدير بالذكر يعني اللي هو ان احنا طبعا انت عارف اوجستي قبل ما يبقى مدرب للنادي كان هو لو موجود سنه في نادي الزمالك، يمكن العدد الماتشات دي منهم كان هو موجود في نادي الزمالك برضه. الحقيقه دايما اسمه لما بيتقال في الفتره الاخيره دايما بيتقال مقترنا بالاشاده من الكل، لان الحقيقه يعني ما هو اللي ما يشوفش من الغربان يبقى اعمى، زي ما بيتقال الراجل ده انجازاته وليه يعني بتتكلم عن نفسها وليه ايادي بيضاء، وزي ما كنت بقول لحضرتك فعلا دايما بنتكلم عنه وعن نجاحاته، وبنستمر طبعا يعني اكيد في الكلام عنه، وبنتمنى ان هو كمان بدوره يستمر في هذه النجاحات، وبنتمنى لحضراتكم كل النجاح وكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. شكرا ربنا يخليك، شكرا جزيلا. طيب برضو عايزين نعرفكم ان امبارح احتفى الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا بانجاز تاريخي حققه صاحب الاسم الاشهر في النادي الاهلي وصاحب المحبه الكبيره في قلوب وفي وجدان عشاق النادي الاهلي من زمان، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس صوره لمانويل جوزيه مصحوبه بتعليق 4 ألقاب. مانويل جوزيه طبعا هو المدير الفني الوحيد اللي حقق هذا العدد من الألقاب في دوري أبطال إفريقيا، تاريخ طويل وعريض وكبير كتبه مع النادي الأهلي. وكان طبعا مانويل جوزيه قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي 4 مرات، عام 2001 و2005 و2006 و2008، وطبعا دي فترة يعني يتقال عليها فترة ذهبية في تاريخ مشاركات النادي الأهلي في هذه البطولة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن تعادل المنتخب أمام غانا بهدفين في الجولة الثانية. ده الموضوع ذي الشجون اللي استهلت مع حضراتكم بيه حلقتنا النهاردة. طبعا بكرة هيخوض منتخب مصر لقاء حاسم ضد منتخب الرأس الأخضر كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، وأكيد هيحتاج منتخبنا لتحقيق الفوز لضمان الصعود بغض النظر بقى عن نتائج المنتخبات الأخرى وبغض النظر عن أي حسابات تانية، لأن برضو في أقوال بتتكلم عن إن في حالة لا سمح الله وأعوذ بالله الخسارة لسه في أمل في حالة كذا وكذا وكذا، وفي حالة برضو لا سمح الله التعادل هيبقى في أمل في حالة كذا وكذا، والسيناريوهات طويلة عريضة. إحنا في الآخر شايفين إن الطردية الوحيدة اللي ممكن تبقى منطقية ومرضية للجمهور هي إن إحنا بكرة إن شاء الله نفوز على كاب فيردي، ونفوز بأداء مميز كمان يرجع لنا من جديد ثقتنا في منتخبنا القومي، المنتخب اللي يستحق أكتر بكتير من اللي إحنا شايفينه منه في الماتشين اللي فاتوا. حاليا منتخب كاب فيردي طبعا وده شيء عجيب في حد ذاته متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد ما فاز في الجولة الأولى على غانا والجولة الثانية على موزمبيق، فيما يحتل منتخبنا المركز الثاني حتى هذه اللحظة برصيد 2 نقطة من تعادلين، وفي المركزين الثالث والرابع غانا وموزمبيق على التوالي، طبعا كل واحد فيهم عنده نقطة واحدة فقط لا غير. طيب لو لا قدر الله يعني المنتخب خسر، في سيناريو تاني للتأهل لدور ال 16 بس ده معتمد بالكامل على تعادل غانا وموزمبيق سلبيا، في الحالة دي هيحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 2 نقطة ويلي غانا ب2 نقطة برضو، لكن يصعد منتخب مصر بفارق الأهداف. السيناريو الثاني يعني يمكن لمنتخبنا أو يأهله للتأهل في حالة لا سمح الله الهزيمة وتعادل غانا وموزمبيق بنتيجة 1-1 تحديدا، لكن بشرط أن يسجل منتخب مصر هدف برغم هزيمته أيا كانت هتبقى عاملة إزاي. في الحالة دي هيحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 2 نقطة و5 أهداف ويلي وقتها غانا ب2 نقطة هو كمان لكن ب4 أهداف فقط لا غير، وطبعا ده بيدينا احنا الأسبقية. أكيد بنتمنى الفوز بكرة إن شاء الله، بنتمنى إن احنا نتأهل بغض النظر عن نتائج المنتخبات الأخرى، بنتمنى إن احنا نشوف منتخبنا كما ينبغي أن نراه
احنا بنتكلم على منتخب مصر سيد القاره، احنا بنتكلم على المنتخب الاكثر تتويجا بلقب هذه البطوله، بنتكلم على سكواد في الجيل الحالي المفروض نشوف منه عجب ونشوف اضعف الايمان واقل حاجه نكون نشوف كل لاعب منهم على حده، اولا في المركز اللي هو لعيب فيه. يعني انا ما اجيبش حد على مستوى القاره متميز جدا في المركز الفلاني واجي اي حتى حطه في المركز العلاني، طب ليه وعشان ايه؟ وبطبيعه الحال بتبقى النتيجه في الاخر غير مقنعه وغير مرضيه، انت كانك معطل كفاءه وقوه، قوه ضاربه موجوده عند اللعيبه بتوعك. فنتمنى ان احنا نشوف اللعيبه في مراكزهم المعتاده اللي بيجيدوا اللعب فيها واللي بينتج عن تواجدهم فيها حاجات تانية خالص غير اللي احنا شفناها في الماتشين اللي فاتوا، ونتمنى ان احنا نرجع مره تانية بثقتنا الكامله في منتخبنا، ما نبقاش بنتفرج على اي ماتش لمنتخبنا ايا كان مين المنافس واحنا حاطين قلوبنا ايدينا على قلوبنا بنقول ربنا يسترها علينا. ما ينفعش كده بقى منتخب مصر الحقيقه. طيب خلونا كمان نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات بطوله امم افريقيا حتى هذه اللحظه. غينيا الاستوائيه متصدره المجموعه الاولى برصيد 4 نقاط بعد ما فازت على غينيا بيساو بنتيجه 4-2. المجموعه الثانيه منتخب الراس الاخضر او كاب فيردي هو المتصدر حاليا بعد ما فاز على موزمبيق 3-0 وعلى منتخب غانا 2-1. وطبعا منتخبنا الوطني زي ما بقول لحضراتكم من شويه في وصافه هذه المجموعه برصيد 2 بعد تعادل منتخبنا في اللقاء الاول بهدف لمثله مع موزمبيق وفي اللقاء الثاني مع غانا نتيجة 2-2. المجموعة الثالثة متصدرة حاليا منتخب السنغال وطبعا ده شيء منطقي وطبيعي جدا، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد ما حقق فوزين متتاليين على جامبيا 3-0 وعلى الكاميرون بنتيجة 3-1. المجموعة الرابعة أنجولا هي المتصدراها، أما المغرب فهو محقق تعادلين لحد دلوقتي، اتعادل مع بوركينا فاسو 2-2 و يعني ده اللي حصل سوفار مع المنتخب المغربي. أما أنجولا كانت نتيجتهم طبعا 1-1. المجموعة الخامسة اللي بتضم منتخبات تونس ومالي وناميبيا وجنوب أفريقيا، مالي متصدرة حاليا مع ناميبيا برصيد 3 نقاط لكل منتخب منهم، والمجموعة السادسة بيتصدرها المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط بعد ما قدم مباراة تليق بمنتخب أسود الأطلس. يعني الواحد يصعب عليه والله لما يقول حاجه زي كده ان احنا بنقدم مباريات لا تليق معانا، يعني لا تليق بمنتخبنا الحقيقه. طيب تعالوا بقى نروح لملف منتخب حبتين او لملف مختلف حبتين. منتخب مصر لكره اليد عنده مباراه مهمه جدا 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 النهارده ان شاء الله قدام الكاميرون، والحقيقه يعني منتخبنا برده عامل نتائج كويسه جدا في كاس الامم الافريقيه اللي بتستضيفها مصر، لعب ماتشين لغايه دلوقتي فاز فيهم امام غينيا وامام الكونغو وضمن بالتالي التاهل للدور التالي. وتعالوا نشوف من خلال هذا التقرير طبعا اللي عملته زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من اجواء مباراه مصر والكونغو برازافيل ولقاءاتها اللي اجرتها مع اللاعبين بعد انتهاء هذه المباراه. تعالوا نتابع التقرير ونرجع نكمل الكلام، اتفضلوا. مع لقاءاتنا الحصرية مع لاعبي منتخب مصر بعد فوز منتخبنا الوطني على منتخب الكونغو، ومعي بقى في هذه اللحظات رجل مباراة النهاردة اللاعب مهاب سعيد. في البداية طبعا ألف مبروك الفوز والحقيقة الأداء الكبير اللي عملته في المباراة النهاردة. الله يبارك فيك. الحمد لله يعني احنا مركزين زي ما قلنا أول خالص ان احنا مركزين خطوة بخطوة، ما بدأناش أحسن حاجة وكلنا عارفين الكلام دوت، ودخلنا ما بين الشوطين اتكلمنا ان ما ينفعش كل الكلام دوت، وركزنا الحمد لله ركزنا في الشوط الثاني ان احنا ادينا بشكل كويس. يعني في حاجه كانت مضايقانا شويه ان احنا ما سخناش كويس الشوطين كويس ونجري شويه عشان ما جريناش الشوط الاول خالص، بس هو ده كان كل الكلام، ونلعب جامد عشان بس الاصابات، وهم في اخر ماتش كانوا بيضربوا جامد وكده فكنا عايزين نتلاشى الحاجات دي بس. ومعي بقى في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراه النهارده طبعا النجم كابتن احمد عادل. ده طبعا بقول لك الف مبروك الفوز في المباراه النهارده، وعايزينك بقى تكلمنا عن اجواء المباراه خصوصا ان انتوا في الشوط الثاني اكيد ظهرتوا بمظهر بيليق بطبعا اسم كره اليد المصريه، لكن في الشوط الاول يمكن الاداء ما كانش افضل حاجه. الحمد لله طبعا على المكسب، بشكر اللعيبه وبشكر الناس كلها، وبعد ما اديني الفوز طبعا لجمهور مصر. احنا واخدين الموضوع خطوه خطوه، طبعا كان بدايه الشوط الاول ما كانش احسن حاجه، بنلعب برضو فرق افريقيا مش سيئه، لا اللعيبه دي بتلعب هاند بول بس في عنف شويه، في لعيبه خايفه على نفسها، يعني الموضوع مش هاند بول 100%. فطبعا بدانا الشوط الثاني، لا يا جماعه ما ينفعش الموضوع ده، ما ينفعش المظهر ده، عايزين ندافع ونجري فصل بيكم خلاص الماتش عشان نخش على الخطوه اللي بعدها، واخدين البطوله واحده واحده وان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد البطوله.
طبعا الاستعدادات قويه جدا. احنا عملنا بطوله الجولد الليج دي كانت مفيده جدا للمنتخب، كان احتكاك كويس قوي، كان بقالنا فتره مش متجمعين كلنا، اللعيبه المحترفه ما كانتش موجوده، اتجمعنا قبلها بفتره قليله جدا، فطبعا الانسجام حصل في الجولد الليج في الدنمارك. انا كنت شايف ان هي كانت خطوه مهمه جدا عشان نرجع يعني الروح اللي موجوده والكوميونيكيشن بيننا وبين اللعيبه الدوليه، وده ظهر في الماتشات اللي هناك. طبعا دي كانت خطوه ايجابيه جدا، الناس كانت قلقانه من الموضوع ده بشكل ان هو يعني اللعيبه المحترفين مش موجوده واللعيبه المحليه هي بتتمرن، فمفيش كوميونيكيشن، الدنيا مش احسن حاجه، بس ظهرنا بمظهر كويس جدا ورجعنا على البطوله، لعبنا ماتش ودي هنا، الاداء كان كويس جدا برضو الحمد لله. انا شايف ان احنا ماشيين بستيبس كويسه جدا يعني. معي بقى في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراه طبعا كابتن محمد سند، دايما ببارك لك وبارك الف مبروك الفوز في مباراه النهارده، وعايزينك بقى تكلمنا على اجواء المباراه، خصوصا في بدايتها كانت صعبه شويه، لكن في الشوط الثاني بقى اداء منتخبنا الوطني رجع مره اخرى. الله يبارك فيكي. طبعا هو طبعا اهم حاجه المكسب، لازم برضو نكون عارفين ان احنا الماتشات دي بتبقى مش سهل انك تلعب ماتشات زي دي مع ضد الفرق الافارقه بالذات، برضو في اول البطوله بتاخد احساس البطوله، بيبقى فيه هم بيبقوا اجريسيف اكتر شويه، ف الى حد ما لازم تاخد الماتشات دي بتركيز اكتر يعني ستيب باي ستيب عشان تقدر تكسب. ابتدينا الماتش ما كانش احسن حاجه فعلا زي ما انت بتقولي، بس قدرنا نركز الشوط الثاني ونعمل الفرق اللي يخلينا نريح بقيه الماتش. واهم حاجه في الماتشات دي هي الروتيشن، وزي ما انتم شايفين الناس كلها بتلعب والناس كلها في روتيشن كويس في الفرقه، فاعتقد يعني دي بدايه كويسه ان احنا نقدر نحافظ على الفورم بتاعتنا نقدر نكمل بيها لحد اخر البطوله. ده ناخد فكره مع كل حضراتكم من خلال هذا التقرير عن درجات الحراره وحاله الطقس النهارده في محافظات مصر المختلفه، بعدها فاصل ولنا عوده ان شاء الله. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. دايما اللقطات الجويه الحلوه دي بتورينا النادي الاهلي من فوق، لكن احنا كالعاده بنهيمنا ان احنا ندخل النادي الاهلي من جوه، واحنا النهارده منتظرانا جوه الزميله العزيزه روزان نصر اللي هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. وصباح الخيرات عليك يا روزان، تفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين تحت قيادة أكيد مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واللي وصل الحقيقة يعني امبارح إلى إمارة عجمان للإقامة. كان في مران متنوع لكل اللاعبين، وكان في يمكن كمان جانب ترفيهي في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين جميع اللاعبين. طبعا يعني خلينا نقول برضه يا كريم انه بيخوض الفريق خلال معسكر الامارات مباراتين وديتين للاعداد للمرحله المقبله. كمان بقى يعني الفريق النهارده هيواصل تدريباته المران الثاني في الرابعه عصر اليوم بتوقيت الامارات في اطار الجدول التدريبي المحدد لجميع اللاعبين. وخلينا كمان نقول يا كريم ان يعني المعسكر او الفتره دي تحديدا للنادي الاهلي مهمه جدا لتركيزهم يعني لاخر الموسم، وان شاء الله يعني نحقق بقى كل البطولات هذا الموسم. الخبر الثاني اللي معانا يا كريم النهارده، الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي فاز على نادي الزمالك في ملعبه في مواجهه قويه جدا من الفرقتين الحقيقه، وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 70-69. كانت المباراه على صاله نادي الزمالك، وقدم خلالها النادي الاهلي عرض قوي جدا واداء مميز كالعاده، سواء على صعيد الدفاع او الهجوم او كمان الرميات الثلاثيه، ونجح طبعا في تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة. كمان الأهلي يمكن عايزين نفكر المشاهدين أنه حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبلس بنتيجة 100-61 ضمن منافسات طبعا بطولة الدوري المصري. من سلة رجال بقى لسلة سيدات، واللي كمان حققوا الفوز أمس على نادي الجزيرة بنتيجة 90-69 في الدوري. كانت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي هنا في الجزيرة، وشهدت سيطرة الحقيقة قوية جدا من لاعبات الأهلي، وانتهت الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 32-15، وفي الفترة الثانية بنتيجة 54-39، وفي الفترة الثالثة يمكن كابتن طارق خيري عمل بعض التغييرات في الفريق لتنتهي ب 71-52 لينهي بقى يعني سيدات الاهلي المباراه في الفتره الرابعه بنتيجه 90-69. كمان نفكر ايضا المشاهدين انه فريق سيدات الاهلي فازوا ايضا على هليوبلس في المباراه السابقه بنتيجه 98-55 ضمن منافسات بطوله الدوري.
أخيرا بقى عن منتخب اليد واللي تصدر المجموعة الثانية في بطولة الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 17 ل 27 يناير الحالي في استاد القاهرة، والمؤهلة طبعا لأولمبياد باريس 2024. بعد انتهاء هذه الجولة أو الجولة الثانية برصيد 4 نقاط وبيمتلك 67 هدف وعليه 34 ولديه فارق أهداف 33 هدف، هيلتقي بقى اليوم في 6 مساء منتخبنا الوطني لكرة اليد مع منتخب الكاميرون في ثالث مباريات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية. أكيد هتكون مواجهة قوية جدا ما بين المنتخب الوطني ومنتخب يعني الكاميرون، وبنتمنى كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني منتخب كرة اليد، وإن شاء الله يقدروا يحققوا الفوز في مباراة اليوم. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا كريم النهاردة من النادي الأهلي، بشكرك وعودة ليك مرة تانية. أنا بشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية المتميزة كالمعتاد. طيب احنا اتكلمنا من شويه حضرات عن كاس الامم الافريقيه، ولسه هنرجع نكمل الكلام في هذا الملف ان شاء الله في الفقره الحواريه الثانيه، لكن دلوقتي تعالوا نقف شويه بقى عند كاس امم اسيا. العراق وقطر وايران واستراليا تاهلوا بالفعل لدور ال 16، وخلونا نستعرض سوا كده سريعا المنتخبات المتصدره لهذه المجموعات. البدايه من المجموعه الاولى بتتصدرها قطر برصيد 6 نقاط بعد ما فازت على لبنان بنتيجه 3-0 وعلى طاجكستان بنتيجه 1-0. المجموعه الثانيه بتضم استراليا باكستان وسوريا والهند. المتصدرة حاليا هو طبعا المنتخب الأسترالي متصدر هذه المجموعة برصيد 6 نقاط بعد ما فاز على الهند وعلى نظيره السوري. في المجموعة الثالثة تصدرت إيران برصيد 6 نقاط، فازت في المباراة الأولى على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-1، وفي اللقاء الثاني فازت على هونغ كونغ بهدف وحيد. المجموعة الرابعة منتخب العراق هو المتصدر بعد ما فاز على اليابان بنتيجة 2-1، وفاز كمان على نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 متصدرا هذه المجموعة برصيد 6 نقاط. المجموعة الخامسة متصدرها بالتساوي كل من منتخب الأردن برصيد 4 نقاط بعد ما فاز على ماليزيا برباعية وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، واللي بتشترك معاه في صدارة هذه المجموعة. ثم في المركز الثالث منتخب البحرين وطبعا صاحب 3 نقاط، والمجموعة السادسة والأخيرة بتضم منتخبات السعودية وتايلاند وعمان وقرغستان. منتخب السعودية فاز في مباراته الأولى على عمان بنتيجة 2-1، وتايلاند فازت على قرغستان بنتيجة 2-0، ليشترك المنتخب السعودي يعني يشارك الصدارة مع منتخب تايلاند برصيد 3 نقاط لكل منهما. والحقيقة البطولة هناك ولعة بالمعنى الحرفي كما هو الحال في أمم أفريقيا على فكرة، بس يمكن حجم المفاجآت في أمم أفريقيا مختلف ونوعية المفاجآت مختلفة حبتين. يعني في أمم آسيا معظم المنتخبات اللي الناس كانت مرشحاها من البداية للوصول للمربع الذهبي ماشية في طريقها بخطوات ثابتة ومنطقية جدا، لكن في أمم أفريقيا في مفاجآت كثيرة ولا سيما المتعلقة بالمنتخبات العربية وتحديدا شمال أفريقيا. يعني الدنيا مش ماشية كما هو متوقع قوي. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين. اكتسح فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس بخمسة أهداف نظيفة. هالكلام ده حصل امبارح ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وبكده بيكون أرسنال رفع رصيده ل 43 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها بعد 21 مباراة، فاز في 13 مباراة منها وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات، وطبعا توقف كريستال بالاس عند النقطة 21 وهو حاليا في المركز 14. خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيوفنا في فقراتنا الحواريه، خليكم معنا. عودة العشرة الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه طبعا اسيا كنا لسه بتكلم انا وضيفي العزيز اللي منورني واللي هرحب بيه خلال لحظات، كنا بنقول ان اسيا فيها كره قدم قويه جدا، والمنتخبات الاسيويه الحقيقه عامله شغل رائع في ماتشات نار في كاس يعني امم اسيا. تعالوا نتكلم شويه بقى عن كره القدم العالميه، سواء كأس أمم أسيا أو السوبر الإيطالي أو الدوريات الأوروبية المختلفة، كل ده هنتكلم فيه من خلال وجود ضيفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ نادر عبد الناصر الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ نادر. صباح الفل يا أستاذ كريم، أنا سعيد إنك موجود مع حضرتك، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أنت طبعًا عندك تخمة كروية من خلال متابعتك لكأس أمم أسيا أكيد بصفة خاصة. تعالى نستهل كلامنا عن كرة القدم العالمية بكأس أمم أسيا ورؤيتك لطبعًا صعود قطر والعراق والماتش التقطيع اللي كان بين العراق والمنتخب الياباني، وانت سيدي عارفين ان اليابان عندهم كره قدم كما ينبغي ان يكون يعني الحال. شفت الصعود ده ازاي وشفت الماتش ده بصفه خاصه ازاي؟
طبعا بالنسبه لبطوله كاس الامم الاسيويه طبعا في تطور كبير جدا في المنتخبات الاسيويه خاصه كمان المنتخبات العربيه. أيوة. في اثاره وسخونيه كبيره جدا في بعض المباريات زي ما شفنا في لقاء السعوديه وسلطنه عمان خاصه لقاء طبعا العراق واليابان وفوز العراق 2-1 وكان تاهل تاريخي طبعا. وصداره المجموعه كمان كسب اللقاءين خاصه في لقاء اليابان قدم مباراه كبيره جدا واستحق وكل كان متوقع ان اليابان هي اللي هتتصدر المجموعه. طبعا كل الترشيحات قبل البطوله ان اليابان هيبقى هو الاول وهيكسب العراق كمان ولكن العراق في المباراه دي قدم مباراه كبيره جدا على المستوى التكتيكي والخططي لعب بال 4-4-2 عندهم لعيبه مميزه جدا سواء ايمن حسين صاحب الهدفين وفي الدفاع عندهم اللاعب حسين حيدر وضياء فيرتس وكمان في وسط الملعب عندهم ابراهيم بايش واحمد يحيى عاملين ثنائيه قويه جدا في عمليه الاستحواذ والبيلد اب وتوازن كبير جدا في وسط الملعب. اعتقد طبعا المنتخب العراقي يعني في اللقاء ده الخطوره بتاعت الفريق الياباني طبعا عارفين السرعات والتمريرات البينيه من العمق لا المنتخب العراقي في اللقاء ده نجح في اغلاق التمريرات البينيه واغلق العمق بشكل كبير جدا وقفل كل مفاتيح الخطوره بتاعت فريق اليابان وقدر يسجل هدفين. هو كان بيبحث عن الفوز من البدايه ومدربهم الاسباني طبعا كاساس لعب بضغط عالي وكان بيبحث عن الفوز ونجح عن تسجيل هدفين بكرات الراسيه. طبعا ايمن حسين قدم مباراه كبيره جدا في الخط الامامي كان تحركاته مزعجه لدفاع اليابان كان بيكسب كل الكرات الهوائيه وطبعا المنتخب العراقي قدم جيم كبير جدا. في الشوط الثاني طبعا نزل علي عدنان وبدا يغير الطريقه بدل ال 4-4-2 بدا يلعب بال 5-4-1 وكثف في النواحي الدفاعيه عشان يقفل كل الخطوره وتحقق طبعا مراد وفاز فوز مستحق ولعب بروح عاليه وشراسه كبيره جدا. انت في رايك هنرجع نكمل كلامنا عن كاس امم اسيا بطبيعه الحال بس بشكل عام يعني في رايك ايه اللي بيدي لكره القدم الاسيويه خصوصيتها الشديده دي؟ ايه اللي بيميزها؟ طبعا الكره الاسيويه بتتميز بطبعا لعيبه بتلعب بروح كبيره جدا وشراسه كمان عندهم دلوقتي اللعيبه في كل المنتخبات اغلبهم بيلعب في الدوريات الاوروبيه فطبعا ده بيساعد في التطور بشكل كبير جدا. التكتيك عندهم برضو بقى فيه عن السنين الماضيه كان ما كانش بيبقى فيه نضج تكتيكي لا الفتره ديت بقى فيه نضج تكتيكي عند اللعيبه بقى فيه التزام تكتيكي منهم وتعليمات وتنفيذ تعليمات المدرب فاعتقد ده السبب الرئيسي في تطور الكره الاسيويه طبعا وخاصه طبعا المنتخبات العربيه. اعتقد منتخب العراق محقق ارقام قياسيه بمشاركته في النسخه دي من البطوله ولا ايه؟ طبعا المنتخب العراقي يعني على مدار السنين هو طبعا واخد البطوله دي مره واحده 2007 ولكن الجيل ده اعتقد يعودنا لجيل 2007 طبعا الجيل اللي احنا عارفينه يونس محمود ونور صبري ونشأت اكرم كان جيل مميز جدا. السنه دي العراق طبعا اعتقد الجيل ده يعني شبه الجيل الاسطوري عندهم واعتقد العراق لو استمر بنفس المستوى ممكن نلاقيه مثلا في قبل النهائي او المباراه النهائيه عندهم لعيبه مميزه جدا وميزه اللاعب العراقي اللي هو بيختلف مع احترام كل لعيبه الخليج اللاعب العراقي بيختلف في حته اللي هو دايما بيلعب بقلب وروح ولما بتيجي تتفرج على العراق بيبقى فيه يعني مشاعر الوجدان بتشتغل طبعا عند المواطن يعني العراق بقى لها سنين طويله الحقيقه طبعا يعني بنتمنى لهم انصلاح الحال على كل الاصعده اكيد لكن قصدي اقول لك ان الدنيا مش في احسن حالاتها على 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 الصعيد الدوله ككل ولكن دايما المنتخب العراقي وكانه منفصل عن الواقع شغال زي الفل وبيأدي زي الفل وبيشارك بقوه في اي بطوله هو بيشارك فيها فدي برضو اكيد وراها يعني حته الحميه الوطنيه والنزعه الوطنيه. دي حقيقه طبعا وجي فتره كانوا كمان ما بيتمرنوش في الملاعب العراقيه كانوا بيتمرنوا بره بيبقى فيه تجمعات في المعسكر خارج البلاد ولكن زي ما قلت حضرتك بيجي وقت البطوله والتجمعات بيبقى فيه حب الوطن بقى بيظهر واللعيبه بتلعب بكل اخلاص للوطن وبشجاعه كبيره جدا. اوكي حب الوطن واللعيبه بتلعب باخلاص يعني ابتسمت ابتسامه ذات مغزى لان دي الحاله اللي احنا كنا حابين نشوف عليها منتخبنا احنا كمان من باب اولى يعني. طيب ماتش الاردن وكوريا الجنوبيه شفته ازاي؟ طبعا برضو الاردن يعني ما يقلش حاجه عن العراق في اللقاء ده قدم مباراه كبيره جدا قدام كوريا الجنوبيه طبعا هو متصدر دلوقتي 4 بونت طبعا قدم مباراه كبيره. الشوط الاول لعب اداء كبير وبرضو كان عنده الشجاعه الهجوميه كوريا تقدمت بهدف ما تراجعش لا بالعكس لعب للهجوم وكان عنده اندفاع كبير جدا وسجل هدفين. طبعا مدربهم حسين عموت الكل عارفه كان ماسك في السد القطري وكان ماسك في الوداد المغربي المدرب كوتشنج زي ما احنا بنقول كده بيبقى عنده درايه بالخصم وبيقرا الخصم بشكل جيد. برده عندهم لعيبه مميزه زي موسى التعمري ومحمود المرضي وفي خط الدفاع عبد الله نصيب فعندهم عمود فقري قوي جدا لعب باداء كبير جدا وبرده ما يقلش حاجه عن العراق في الاخلاص والشجاعه
الشوط الثاني بقى تراجع نوعا ما وادى مساحه لفريق كوريا الجنوبيه اللي هو يمسك كره ويلعب، ولكن ده كان تراجع يعني طبيعي. طبعا ما فيش فريق هيهاجم بشكل كبير جدا عشان المعدلات البدنيه طبيعي هتقل، وكمان انا شايفه اللي هو لعب الشوط الثاني بذكاء، كان بس ينقصه اتقان الهجمه المرتده. اعتقد لو كان اتقن الهجمه المرتده كان ممكن يسجل الثالث والرابع، ولكن في النهايه كوريا الجنوبيه يعني تعادل 2-2، ولكن برده كان تعادل مستحق والفوز وتعادل مهم للمنتخب الاردني يديهم الثقه اكتر للمباريات القادمه، واعتقد بنسبه كبيره يعني هيتأهل بالمجموعه دي اللقاء القادم قدام البحرين يوم الخميس المقبل. البحرين طبعا كسبت ماليزيا، فدلوقتي كوريا الجنوبيه 4، الاردن 4، والبحرين 3، فاعتقد اللقاء القادم هيكون مميز بين الاردن والبحرين، ونتمنى طبعا التوفيق للفرقتين نظرا لانهم منتخبات عربيه، ولكن من خلال متابعتي للمنتخبين الاردن يعني الاقرب للتأهل. وكمان اكيد بنتمنى نفس القدر من النجاح والتوفيق للمنتخب السعودي. بالمناسبه شايفه ازاي؟ هل هو في افضل حالاته في مشاركته هذه النسخه؟ وشايفه ازاي مع مانشيني بصفه خاصه؟ لا، السعوديه مع روبرتو مانشيني يعني مش في احسن حاجه، مش في احسن حال، خاصه طبعا قبل البطوله حصل في كلام كتير جدا واستبعد معظم اللعيبه زي سلمان الفرج واللاعب سلطان الغنام ونواف العقيدي، فكان في تصريح كان ليه اصداء كمان، كان في ردود غضب كبيره جدا طبعًا. قال لك طبعا اللعيبه دي ما تحبش، مش لا تريد الانضمام للمنتخب ولا ترتدي القميص. اللعيبه طبعا طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي ونفت الكلام ده طبعًا. فكان في طبعا ردود غضب كبيره جدا في الشارع السعودي، واعتقد ده اثر شويه بالسلب على اداء المنتخب السعودي، ولكن اللقاء الاول قدام سلطنه عمان قدر يفوز 2-1 وعمل رومنتادا قويه، كان متراجع وخسران 1-0 الشوط الاول. اعتقد سلطنه عمان الشوط الاول قدم اداء جيد نظرا في حدود الامكانيات المتاحه لديه، لعب انضباط تكتيكي بال 4-5-1 برضه، وقدر يحرج المنتخب السعودي في كثير من الوقت ونجح في التقدم. في الشوط الثاني بقى السعوديه طبعا نزلوا تبديلات مميزه، عبد الرحمن الغريب ظهر بشكل كويس جدا، لعيبه مميزه جدا في وسط الملعب زي محمد كنو على الاطراف سعود عبد الحميد، فقدر يفوز ويسجل هدفين، وشفنا طبعا هدف علي البليهي من ضربه ركنيه في الثواني الاخيره وقدر المنتخب السعودي يفوز. ولكن النهارده قدامه لقاء مع قرغستان، اعتقد برضو منتخب يعني ضعيف جدا 98 على مستوى العالم، دي المشاركه الثانيه ليه في كاس امم اسيا، فانا شايف ان السعوديه يعني اقرب للتاهل وممكن بالاداء ده ممكن يوصل لدور الثمانيه. الثواني الاخيره دي كان ليها قول في النسخه دي من البطوله اكتر من مره الحقيقه، يعني كانت نقطه فارقه في بعض الحالات عند بعض المنتخبات. طيب في النسخه دي من كاس امم اسيا، ايه المفاجات اللي انت شخصيا اتفاجئت بيها ما كنتش عامل حسابك عليها، وايه او مين المنتخبات اللي مشيت زي ما هو متوقع ليها؟ يعني هو ما فيش حتى الان مفاجات كبيره طبعا، المجموعات كلها يعني كل المتوقع يتاهل بنسبه كبيره يتاهل. انا بالنسبه لي بس المفاجاه يعني البحرين اللي هو ينافس لحد الاخر، ده اعتقد ده ما كانش في الحسبان قوي. البحرين برضو يعني منتخبهم منتخب متواضع، عندهم برضو التخطيط مش احسن حاجه في الدوله هناك في اتحاد الكره البحريني، ولكن فاز على ماليزيا وزي ما قلت لحضرتك قدامه لقاء قدام الاردن، ولكن انا شايف ان الاردن يعني هيكون هو الاقرب. لكن ما فيش مفاجآت بالنسبه لك؟ طب مين نقدر نقول ان هو المنتخب الحصان الاسود في هذه البطوله طبقا لتوقعاتك انت الشخصيه؟ الحصان الاسود يعني ممكن اتوقع فريق العراق. ده نتيجة اللي انت شفته منه في الماتشين اللي فاتوا صح كده؟ عشان برضو يعني عمل اداء فوق التوقعات، بس العراق احنا كنا لسه بنقول من شويه ان العراق كده كده عندهم كرة قدم قوية بغض النظر عن حال البلد ككل، طب اتفاجئت بإيه؟ او ليه اتفاجئت يعني العراق كان طبعا برضو يعني في مشاكل وشفتهم في اللقاءات الوديه ما قدموش اداء كبير جدا في الماتشات الوديه، ولكن دخل البطوله بشكل قوي جدا وكان عنده استعداد وتحضير بدني وذهني وفني على اعلى مستوى، مدربهم مدرب قوي جدا، قدر يعمل توليفه مناسبه، وطبعا قدام اليابان شفنا طبعا اليابان بالنسبه لي كان هو المرشح الاول للبطوله، احرج اليابان بشكل كبير جدا واعتقد هيكمل الادوار يعني متقدمه. طيب كاس السوبر الايطالي وبكره ان شاء الله في ماتش مهم جدا بين انتر ميلان ونابولي، وتوقعاتك لهذه المباراه هتكون ماشيه ازاي؟ خط سيرها طبعا كاس السوبر الايطالي السنه دي بيتلعب في المملكه العربيه السعوديه لاول مره يقام بنظام الاربع فرق اللي هو بطل الدوري ووصيف الدوري، بطل الكاس ووصيف الكاس. شفنا طبعا الانتر هيلاعب نابولي بكره،
مباراة تكون تكتيكية على أعلى مستوى من الاثنين مدربين وهتكون صعبة على كلا الناديين. شفنا طبعا فريق انتر بيلعب بالخمسة 3-2 مع انزاجي، عنده برضو لعبة مميزة في الخط الأمامي زي ماركوس تورامي لوطارو مارتينيز. قوة فريق الانتر في الأطراف بتاعته سواء دارميان أو ديماكرو، ولعيبة وسط الملعب مميزة جدا في عملية التكملة الهجومية وبيشتغلوا في أنصاف المساحات بشكل كبير جدا سواء هاكان أوغلو أو باريلا أو حتى مختريان. على الجانب الآخر فريق نابولي طبعا بطل الدوري بعد زباليتي، جابوا والتر ماتزاري برضو بيقدم أداء تكتيكي، مدرب تكتيكي جيد بيلعب به 3-4-2-1، عنده برضو لعبة مميزة زي أمير رحماني وبولوتانو. طبعا هو دلوقتي في غياب أسمين عشان بيلعب في نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، ولكن بيلعب بدالهم اللاعب سوميوني قدام مع طبعا كفر تسخيليا، فعنده مجموعة لعبة مميزة جدا. وأعتقد يعني الفريقين عندهم الإمكانيات اللازمة لأي حد ممكن يكسب، أعتقد يعني 50-50 الفريقين عندهم أسلحة قوة بشكل كبير جدا. يعني ليه بقى في توجه في الفترة الأخيرة فكرة كؤوس السوبر بتتلعب في دول أخرى؟ يعني زي مثلا كاس السوبر الايطالي بيتلعب في السعوديه، كاس السوبر المصري بيتلعب في الامارات، يعني كان ايه الهدف من وراء يعني التفسير؟ اعتقد الهدف منها يعني هدف ترويجي وتسويقي من المقام الاول طبعا. وطبعا كانت الاول بتبقى من بطل الدوري وبطل الكاس، دلوقتي زودوها الاربع فرق عشان عدد الماتشات يزيد، وطبعا تبقى فلوس طبعا كلها امور يعني الرعاه تتدخل فيها يعني. طيب لكن الهدف منها بتبقى هدف ترويجي يعني. على صعيد اخر، كيف ترى حال ليفربول في ظل غياب محمد صلاح؟ طبعا النهارده ليفربول هيبقى اول لقاء بدون محمد صلاح، طبعا شفناه لعب في لقاء الكاس بدون محمد صلاح وقدر يكسب ارسنال ويخرجه من دور ال 16. النهارده اول لقاء بقى في الدوري مع بورنموس الساعه 6:30. طبعا اعتقد يعني هيتاثر فريق ليفربول، ولكن مش التاثر الكبير. انا اعتقد يورجن كلوب هيتعامل مع الموقف ده بذكاء وهيقدر يكسب. طبعا عنده لعيبه مميزه جدا زي داروين نونيز وجوتا ولويس دياز، كمان عنده لعيبه زي هيرفي اليوت واللاعب دوك اجنحه ولعيبه صغيره جدا. فانا اعتقد ان فريق ليفربول وخاصه يورجن كلوب يعني مدرب شاطر في الحته دي، انا شايفه ان هيعرف يتعامل مع الموقف بذكاء، واعتقد يعني هيكسب النهارده. طب وحال ليفربول عموما في النسخه دي من الدوري في رايك عامل ايه؟ متوقع له ايه مع نهايه الموسم؟ يعني ليفربول طبعا فاجئني انا نظرا للسنه اللي فاتت، قدم اداء سيء جدا، السنه دي اختلف بشكل كبير جدا وبينافس على الدوري، وحاليا 43 نقطه المركز حاليا 45 نقطه المركز الاول يعني متصدر الدوري. فطبعا فاجئني بشكل كبير جدا، والاختلاف في فريق ليفربول لعيبه وسط الملعب عندهم سوبوسلاي وماك إليستر واللاعب إندو من اليابان، فعنده توازن كبير في وسط الملعب، كمان بقى عنده استغلال للمساحات بشكل كبير جدا، نقطة قوية جدا بيستغلوا المساحات، وكمان ترجمة الفرص للأهداف عندهم يعني كانت السنة اللي فاتت نقطة سلبية، لا السنة دي من أقل الفرص بيقدر يسجل، فده التحسن في فريق ليفربول يعني أداء وسط الملعب مع استغلال الفرص. جميل كالمعتاد، بنسعد دايما بوجودك وبنحب نطل معاك طلة ونبص معاك بص على الدوريات الأوروبية المختلفة، بس وقت الفقرة انتهى. يا دوحة أشكرك على وجودك معنا، نورتنا النهاردة. شكرا سكريم، أنا أسعد والله. ربنا يخليك، شكرا لك. طيب خلونا نطلع فاصل الأخير يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا العزيز في تاني واخر فقرات الحواريه، خليكم معانا. اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا لسه كلامنا متواصل عن منتخب مصر وعن كاس الامم الافريقيه، وخاصه بعد تحقيق تعادل جديد امام غانا بعد طبعا التعادل امام موزمبيق، وكمان عايزين نتكلم شويه عن فوز النادي الاهلي بجائزه جلوب سوكر كافضل نادي في الشرق الاوسط. ملفات كتير هنفتحها مع ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهارده، الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات يا استاذ عبد المنعم ومنورنا. ده نورك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، والله كله بخير. مرضي باللي بتشوفه في كاس امم افريقيا ولا حالتك النفسيه والمزاجيه عامله ازاي؟ انا مرضي بالبطوله ككل، مرضي بالبطوله كبطوله فيها مفاجآت كتيره، وده الكلام اللي كان متوقع. اللي كان بيعتقد ان الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره هي ليها هيكون ليها الباع وليها اليد العليا في البطوله واهم مع الاسف، او مش متابع القاره الافريقيه وتطور الكره في افريقيا. ومع الاسف الشديد احنا تبع المنتخبات اللي لم تظهر اي تطور عليها من خلال السنوات اللي فاتت. يعني احنا 7 بطولات، الكاميرون 5 بطولات، غانا 4 بطولات، نيجيريا، نيجيريا هي الوحيده اللي محافظه على 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 سماتها في البطوله دي تحديدا، لكن تلاحظ ان كل المنتخبات العريقه لم تظهر بالشكل المناسب. صحيح، المنتخبات اللي حصلت على البطوله اكثر من مره لم تظهر بالشكل المناسب. ليه؟ لان مع الاسف الشديد
العيب فيك وبنسبة كبيرة. والتطور الهائل اللي حاصل في المنتخبات الصغيرة ده يعني تطور مذهل. أنا قبل البطولة كنت مع حضرتك واتكلمنا في جزئية بسيطة، قلنا إن الكبار هيعانوا مع الصغار في هذه البطولة، وليس هناك فريق الآن صغير وفريق كبير، الكل على رأس المساواة. احنا مندهشين ليه؟ مندهشين لأن التطور مذهل، التطور يعني الرأس الأخضر. هل في حد في الدنيا من سنتين أو من سنة أو من ست شهور أو من سبع شهور كان يتخيل أن الرأس الأخضر هيكون ليها عامل كبير جدا في تأهل المنتخب المصري أم لا وتحتل المجموعة الأولى؟ صحيح. مستحيل. صحيح. مستحيل. هل كان حد يتوقع أن إحنا نتعادل مع موزمبيق في الماتش الأولاني؟ مستحيل. طب. الناس كلها كانت بتقول ان موزمبيق الفسوخه بتاعت مصر، مصر لعبتها قبل كده ثلاث مرات، ومصر قلنا كده بتصعد للمنصات التتويج من خلال موزمبيق. طب. موزمبيق تتعادل معاك وليها اليد العليا في كتير من الاوقات وتخسر 3-0 بسهوله من الراس الاخضر. كانوا متضررين يعني، كانوا متضايقين مع نهايه الماتش، كانوا مش فرحانين قوي بالتعادل. وبالمناسبه شفت برضو بعد ماتش غانا لقاء صحفي مع حارس مرمى منتخب غانا، تمام، متعكنن جدا ان هو اتعدى، وبيتكلم عن ان الموضوع كان مفروغ منه ان هو غانا. والله طب تخيل ان غانا دي اوحش نسخه من نسخ غانا طوال تاريخها، يعني نسخ غانا بقى لهم 10 سنين مش هم غانا. خلي بال حضرتك، الراس الاخضر قبل البطوله قالوا ان احنا الفرقه اللي هنكسبها بسهوله غانا. وده معناه ايه؟ معناه ان الكاب فيردي او الراس الاخضر دارسين فرق المجموعه بتاعتنا طبعا. عارفين كل كبيره وكل صغيره. احنا مع الاسف ما عندناش الكلام ده، احنا مش دارسين. يعني خليني اقول لك على جزئيه كده، يعني فيتوريا دايما احنا كنقاد رياضيين او لازم نساند، يعني كاعلامي او كصحفي رياضي او للمنتخب الوطني طبعا. لكن في طبعا. النهايه انت بتظهر قدامك علامات انت مضطر انك انت تتناساها او تتلاشاها من اجل الصالح العام، لكن لما تيجي تلاقي الامور ماشيه مستغرقه في الاخطاء فانت لا، انا صبري نفد وما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اسكت. زي ايه؟ اولا فيتوريا احنا لغايه دلوقتي مش شايف ليه اي كرامات، يعني ما فيش اي كرامه لفيتوريا تخلينا اقول ان هو المدرب الواعد الذي يصلح لتدريب المنتخب المصري. مش لوحدك اللي شايف كده. ادي حاجه، الحاجه الثانيه هو مدير فني ناجح لانديه. طيب إذا كان هو مدير فني ناجح للأندية ليه أجيبه جرب فيا؟ ما هو التجارب اللي عندي سواء مصرية أو غير مصرية كانوا بيدربوا أندية وجوا مدربوا منتخبات فشلت التجارب معاهم، طب ليه أجرب أنا تاني؟ طب ما أختار المدير الفني الذي يمتلك السي في والقدرة على قيادة منتخبات، وعندي نماذج كتيرة جدا ناجحة في أفريقيا. هو مش على رأسهم هيرفيري نار مثلا، ده شوف عامل إزاي، راجل مدرب منتخبات وناجح. المدير الفني للمنتخب مش المفروض إن تبقى أموره اسهل نسبيا؟ المفروض. وراجل قاعد بيشتغل، هو واخد خلاصه لعيبه الدوري بالظبط كده، هو مش تعبان، مش عايز اقول لك مش تعبان في حاجه اكتر من ان هو ايه، راجل بيشتغل في السنه كلها حوالي 3-4 شهور. طب. وانت عندك بطوله مجمعه معسكر ولا بطوله المجمعه دي يبدو انك انت، انا حاسس ان فيتوريا انه مندهش، يمكن اول مره يلعب في بطوله مجمعه، حاسس ان الامور مش مظبوطه. انا حتى الامور الفنيه واختيارات اللاعبين من 55 واختار فلان واستبعد فلان واختار عبد الله السعيد وسيب عبد الله السعيد واختار، مش يعني بيختار اسماء وفي الاخر بيختار عكسها تماما. طب انت خياراتك مثلا في اختياراتك هي الفنيه، هي المشكله في الاسماء اللي بيختارها ولا في تمركزهم في الملعب طبقا لتوجيهات؟ والله بص يا استاذ كريم، انا ازمتي مع المنتخب اجمالا وليس تفصيلا، بمعنى المنتخب ظاهر بشكل مش كويس، فده مأثر على كل عناصره، مأثر على الشكل، مأثر على اللعيبه مش ظاهره في مستواها. يعني انا اقول لك اللعيبه تحررت بعد خروج صلاح، ده كلام هنجيله بعد شويه، لكن في النهايه المنتخب ككل لما يظهر بالشكل المناسب خلال ال 180 دقيقه اللي اتلعبوا ده، وده لغز كبير جدا. انت بتلعب منتخبات مش قويه لدرجه انك انت خايف منها، لما تيجي تلعب السنغال هتعمل ايه مثلا، هتلعب المغرب هتعمل ايه، انا بجيب لك لما تيجي تلعب الجزائر هتعمل ايه، لما يعني لما تيجي تلعب اي حد من المنتخبات المصنفه والتقيله هتعمل ايه. لكن انت بتلعب منتخبات مش مصنفه وتصنيف ثالث وتصنيف رابع، وانت مع الاسف الشديد مش عارف تظهر شخصيتك، انت مش عارف تظهر شخصيتك الكرويه، مش واضحه. انا مش شايف في شخصيه كرويه لمنتخب مصر. ليه؟ بس مش معنى ذلك ان انا شمتان، لا بالعكس، انا راجل وطني وبحب بلدي وبحب المنتخب، واتمنى ان البدايه تكون
مباراه كاب فيردي، ليه ما يحصلش الانطلاقه والانتفاضه في كاب فيردي؟ يعني قلنا ما قصتك يا استاذ كريم في حاجه، انت ماتش موزمبيق عملت فيه كل الجرائم الكرويه زي ما بيقولوا، المفروض انت بقى في المباراه الثانيه يبقى عندك عندك حلول لكل جرائمك الكرويه اللي انت ركبتها في الماتش الاولاني. فوجئنا بان الجرائم الكرويه مستمره في خلال الشوط الاولاني 90 دقيقه، اسف 45 دقيقه لم اشاهد منتخب مصر بهذا السوء، ما فيش هجمه واحده بتعملها، ما فيش محاولات، اللعيبه نفسها تحس ان هي يعني ما اعرفش انتوا يعني انتوا مستنيين ايه، مستنيين حد يدخل من بره يدخل يجيب جون ويخرج، ما فيش هجمه اتعملت، ما فيش هجمه سليمه اتعملت غير هجمه امام عاشور، ما فيش جمله واحده بس. صحيح. هيقول لك ايام كيروش، في كيروش، كيروش كان على الاقل في تكتيك وعلى الاقل في فنيات بيوصل من خلالها يعرف بياخد ايه من المباراه نفسها، بينال وطريقه ونفس يعني. الحكايه بالظبط، ونفس الحكايه كان كوبر، ونفس الحكايه كان برادلي، ما فيش مدير فني اجنبي جه مصر ومصر ظهرت معاه من غير ملامح. طب احنا ايه الفرق بينه وبين ايهاب جلال لما كان موجود؟ ايه الفرق بينه وبين حسام البدر لما كان؟ ده بالعكس كان لينا شكل ولينا ستايل ولينا طرق لعب ولينا حاجات كده، انما ده مش واضح في خلال المباراتين الاوليين. لازم المباراه الثالثه دي بقى يا جماعه احنا متاسفين. اهو انا الاستاذ خالد الدرندلي بعد مباراه موزمبيق قال لك اللعيبه كانت بتعيط في اوضه اللبس وزعلانين، وتم عقد جلسه معاهم خلاص المباراه عدت. طب طب الزعل والعياط والقعده اصفرت عن ايه؟ شوط سيء برضه جدا. انا الشوط الثاني يقول لك صلاح ولا بصوا اتكلم عن صلاح، تعالى نتكلم عن صلاح، بس قبل ما نتكلم عن صلاح خلينا ناخد المنتخب جزئيه حاجه على تفصيله عشان بس تبقى في ارضيه كده بالظبط للكلام. تمام تمام، احنا كده كده مش هنختلف على قيمه محمد صلاح اكيد، ولا على اسهاماته مع المنتخب ولا على الروح نهائي نهائي، لكن ده ما منعش ناس كتير ان هي تشوف انه كان في شيء من التراخي والتخاذل بل والهروب من تحت ادعاء الاصابه. ده الكلام اتقال من يعني من نتكلم عن صلاح الان، واخد بالك نتكلم عن صلاح الان. بص يا استاذ كريم، هو صلاح مش كان المفروض انا انسب له وافضل له واحسن له انه يستمر مع ليفربول لو كان مش عايز يجي في مصر مثلا؟ ممكن كان ادعى الاصابه من هناك اي حاجه وما يجيش. على فكره ادعاء الاصابه اتنفى بعد كده ان الجهاز الفني الجهاز الطبي اكد ان هو مصاب بالفعل، بس انا بقول لك على وقتها الناس طيب. ما استنتش طيب. لما تشوف ايه اللي هيحصل. الناس اللي ما تعرفوش انه صلاح مصاب من الدقيقه 20، الكلام ده اتقال بعدين، بس الكلام ده احنا كنا عارفينه من البدايه خالص. من الدقيقه 20 عنده اصابه في الخلفيه الناحيه اليسرى، اصابه تطورت انه كمل المباراه لمده 25 دقيقه ثاني، واصابه تطورت لغايه ما وصل لما وقع في الارض. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، صلاح في غنى انه يدعي الاصابه، ليه؟ لانه في النهايه هو لو مش عايز يجي كان باي طريقه ممكن ما يجيش، تمام؟ لكن في النهايه هو راجل عارف ومقدر قيمه ان هو يجي يلعب مع منتخب مصر ويكسب بطوله مع منتخب مصر، يعني تخيل حضرتك وصرح بده كتير 2017 لعب النهائي وما كسبهوش طبعا كان موجود، 2019 خرجوا من دور الثمانيه على ما اعتقد على ما اتذكر قدام جنوب افريقيا وشكرا مع السلامه، المباراه البطوله اللي فاتت خرجوا من المباراه النهائيه، يعني لعب ثلاث كؤوس افريقيه ولم يستطع انه يفوز بواحده منهم او يعمل اي بصمه لمنتخب مصر، تمام؟ بخلاف الوصول للنهائي في مرتين. طب صلاح مش مهتم انه ياخد البطوله الافريقيه؟ مهتم، ليه؟ لانها هتاثر عليه في التصنيفات الدوليه والجوائز الدوليه، فبالتالي بالنسبه له حاجه مهمه واساسيه وضروريه. طب صلاح محتاج يدعي اصابه مع منتخب هو الناس كلها شايفه انه هو راس الحرب الاساسي، مش راس الحرب المهاجم، يعني ركن الخيمه زي ما بيقولوا اللي قائم عليه منتخب مصر هو صلاح. بس صلاح انا شايف ان هو عايز يعمل كل حاجه مع المنتخب، لكن ما اعرفش ايه اللي مخليه مش عامل ده. انت بتشوفه مع ليفربول بشكل وبشوفه مع المنتخب بشكل تاني. ليه؟ ما هو دي انا حاجات كتيره، المستوى غير المستوى، اللعيبه اللي معاه غير اللعيبه اللي هناك، اللي هناك فاهمينه من نظره من لمسه، هنا الدنيا مختلفه تماما. هو هنا بيحاول وما ينفعش يقول لك يا جماعه الليفل اللي معايا مش غير الليفل اللي هناك والكلام ده يعني خلي بالك ساديو ماني ايه اللي مخلي ساديو ماني حاجه جامده جدا وحاجه، لانه مش هو لوحده ده معاه 23 ساديو ماني صحيح، فمتالق مع منتخب بلاده طبعا. كل اللعيبه اللي بتيجي من بره بتقدم المستويات اللي هي على مستواها بره، يعني لعيب بيقدم بره مستوى كويس بيجي مع منتخب بلاده بيقدم بشكل كويس، لان المنظومه كلها، بس في استثناءات، يعني محمد قدوس مثلا في غانا، غانا كلها ما بتلعبش
بس محمد قدوس اظهر نفسه بشكل كويس لانه مصاب بقى احنا برضه عندنا سكواد في عوامل سكواد محترم يعني انا ما قلتش حاجه الخلل فين انا ما قلتش حاجه طب عايز سؤال اسال نفسه سؤال وانا اللي هجاوب اتفضل هل كل المحترفين اللي جايين من بره مصريين بيقدموا المستويات المطلوبه اللي بيقدموها بره الوحيد اللي بيقدم مستويات رائعه الان مع المنتخب هو مصطفى محمد ثابت مستواه واللي ثلاث اسهامات تهديف ومرموش برضو يتقال عليه نفس الكلام مرموش اخر ربع ساعه في الماتش الاخير تمام تريزيجيه الماتش اللي فات اه والماتش اللي قبله لا يعني مفيش مستوى ثابت طب ليه الناس حجازي لم يظهر بمستواه المطلوب وانا برضو عشان الاصابه والفتره اللي كمان لو فيتوريا برضو يسال يعني راجل مصاب ادي حاجه مصاب في دماغه وانت بتقول انا بحب الناس الاطوال عشان تساعدني في مع الافارقه طب انت راجل مصاب وعندك محمد عبد المنعم جنبه لازم يكون في اختلاف ما بين الاثنين انا شايف ان محمد عبد المنعم يتشابه في اداؤه مع حجازي فلازم يكون في ستايل تاني معاه لازم يكون شكل تاني معاه لازم يكون طريقه تانية مختلفه في اللعب معاه وليكن ياسر ابراهيم ليه ما يكونش ياسر ابراهيم موجود لان الاثنين هيكملوا بعض لكن انا شايف ان طريقه اداء حجازي مع محمد عبد المنعم طريقه متشابهه والاثنين بيتضربوا في لعبه واحده زي ما حصل في ماتش موزمبيق ودي ازمه كبيره برضو فنيه لازم فيتوريا يخلي باله منها ناحيه الشمال ناحيه محمد حمدي ناحيه محمد حمدي ديت مستباحه هجوميا لكن هو بيقدم شكل هجومي بشكل كويس لكن دفاعيا انت المنافسين بيستبيحوها هجوميا من ناحيتك هم استباحوا الجنبين للامانه تمام بنشوف جبهه حتى محمد هاني بتخترق بمنتهى الاريحيه وعمر كمال في في المباراه الثانيه المنتخب مش صلاح بس اللي ما ظهرش مستواه المنتخب كله ما ظهرش مستواه فيتوريا نفسه ما ظهرش مستواه يعني مستواه المعروف عنه ما يكونش ده هو مستواه واحنا مش واخدين بالنا وكنا متعشمين فيما هو ابعد احنا الاختبارات اللي جات لنا من ناحيته بلجيكا فزنا 1-0 بلجيكا ساعتها لما كسبنا بلجيكا بلجيكا خرجت من الدور الاول في كاس العالم طب الجزائر اديك شايف ما كسبتش في كاس الامم افريقيا 7 مباريات حتى الان يعني مستوى الجزائر برده مش المستوى المناسب طب فده ياكد لك حاجه ياكد لك ان فيتوريا لسه بس هيوصل للتوليفه امتى هيوصل امتى المستوى يظهر الفني مع منتخب مصر امتى يظهر يعني انا هستنى لغايه امتى يعني عندي ماتش فيصلي بكره ومهم جدا ومصيري في يقرر مصير طبعا. جيل كبير جيل من منتخب مصر جيل مهم انت طبعا. بتروح لما تخرج من الدور الاولاني فضيحه كبيره أكيد. المنتخب مصر أكيد. اللي فاز ب7 مرات قبل كده ووصل النهائي كذا مره طبعا. وصل المركز الثالث خد مركز ثالث ففضيحه كبيره ان منتخب مصر يخرج من الدور الاولاني في مجموعه فيها كاف فيردي مع احترام الكامل ليها وفيها موزمبيق وفيها غانا اوحش نسخ ليها عندك حق. فمشكله كبيره بالنسبه لمنتخب مصر لو بكره لا قدر الله لكن فرص متاحه كتير خلي بالك احنا مصر بكره لو خسرت بفارق هدف وتعادل غانا مع موزمبيق 0-0 احنا هنصعد بس سيناريو نفسنا بقى في حزبه بيرما وكنا في غنى عنها يا باشا يعني احنا لازم نعمل حزبه بيرما ديت هو احنا اللي ما عملناش السسبنس ده مش هنعرف مش هنعيش انا ما كنتش افضل نقعد في السسبنس ده كنت افضل ان احنا نبقى متسيدين المجموعه ونشوف منتخبنا على ما ينبغي ان نراه عليه منتخب مصر ليس له قاعده لا في التصفيات الافريقيه ولا التصفيات الافريقيه بس في كاس العالم ادنى للجوده ما تحققش المره دي خالص يعني المره اللي فاتت احنا خسرنا من نيجيريا وكسبنا غينيا على ما اعتقد وكسبنا السودان وصعدنا وعملنا الريمونتادا الحلوه على الاقل قطعنا شو حلو انت المره دي بقى انت على المحك يا فيتوريا انت ورينا هنعمل ايه اهو صلاح اللي انتوا بتقولوا عليه ان هو مش هيشارك اهو مش هيشارك طب فاعمل بقى بكره مباراه بكره هتكون تجربه بدون صلاح ورونا بقى صلاح اللي مش صلاح اللي ضغطكم نفسيا اهو صلاح قاعد بره بس على فكره برضو من ضمن مساوئ عدم مشاركه صلاح بغض النظر عن اللغط اللي اثير حوله صلاح حتى لو مش في كامل لياقته لو مش بيلعب وهو مصحصح قوي ولا في كامل فوقانه بس هو كده كده حتى لو صلاح قاعد مربع وبيشرب كوبايه شاي معاه 3-4 من الفريق المنافس معاه 3-4 وفي حاجه واخدهم يعني بيعمل لك كوره هو خلي بالك مين اللي بده الكوره الاخيره اسيستات كلها المنتخب صلاح اكبر مساهمه تهديفيه مع منتخب مصر في السنوات العشر الاخيره هو محمد صلاح 86 مساهمه تهديفيه عارف يعني ايه معناها وهداف منتخب مصر وهدفها في 4 نسخ بيجيب اهداف في 4 نسخ الاخيره يعني قيمه وقامه اذا كان غير موفق في بطوله فليس معناه التجريح في محمد صلاح ولا دخول في النوايا كمان بص ما في انا ضد التجريح في اي لاعب انتقده ماشي انما اجرح فيه واجيب شخصيته واتكلم عنه واتكلم عن اسرته واتكلم عن ايه واتكلم عن ايه ليس مقبولا ان نتحدث بهذه الطريقه عن اي لاعب مش نجم
اي لاعب. ما هو هنا بقى استاذ عبد المنعم في وجهتين نظر متضاربين الحقيقه. وجهه نظر بتقول لك ما معناه بطلوا بقى تأليه اللاعبين، وجهه النظر الثانيه بتقول لك ما معناه ما تنساش اللي اللاعب ده عمله معاك، فما ينفعش ان انت زي ما حضرتك بتقول عليه تجرح فيه ولا حتى تدخل جوه نيته. فين التأليه اللي حصل لصلاح؟ فين التأليه اللي... مش قصدي حضرتك التأليه لصلاح، فين التأليه اللي حصل لصلاح؟ صلاح لاعب عصامي يعني صلاح صناعه عصاميه وليست صناعه محليه. ما فيش نادي استند اليه طبعا، ما فيش نادي طلعه طبعا، ما فيش منتخب هو اللي رفع صلاح. صلاح هو الذي صنع نفسه بنفسه. مظبوط. ومن خلال ده عمل اسم كبير في العالم. صح. لكن لو جينا بقى لحته ان صلاح، في صلاح، صلاح لغايه دلوقتي بتحارب من نجوم كبيره جدا والسوشيال ميديا، ناس تدفع فلوس عشان خاطر تجرح في صلاح لانه مش يعني ما بيسعدهاش انها تشوف لعيب بقيم. بس خلاص الموضوع خلاص يعني، المفروض الناس الكبيره دي اللي بتجرح في صلاح تهدى بقى، لانه خلاص صلاح صنع التاريخ خلاص. صلاح كل العالم بيقول ان هو افضل لاعب ظهر في تاريخ الكره المصريه، خلاص شئت ام ابيت هو افضل لاعب ظهر في تاريخ الكره المصريه بارقامه بانجازاته طبعا. بالمحافل الاوروبيه اللي شرفنا فيها، اسم مصر بيذكر في كل حدث. صلاح طبعا. صلاح صلاح طبعا. تخش على المواقع الاجنبيه طبعا. المرشحين لافضل لاعب صلاح، افضل هداف الدوري الانجليزي طبعا. صلاح افضل جناح ايمن، كل حاجه صلاح، كل حاجه صلاح طبعا. فبالتالي القيمه دي هو حاسس بده. خلي بالك السبب ازمه صلاح، خلينا بقى نقول بصراحه شويه، سبب ازمه صلاح مع منتخب مصر انه يشعر بانه بلا قيمه في منتخب مصر، يشعر بان بمعنى ايه جمهور مصر نفسه او الشطر الاعظم جمهور مصر بيتعامل مع صلاح بشكل مش كويس. صلاح بيشوف السوشيال ميديا وعارف السوشيال ميديا، لكن بيشوف كميه تجريح غير طبيعيه. هو ما عملش حاجه الراجل، هو عمل ايه؟ هو بيحاول وبيسعى لكن مش في مستواه، مش موفق، مش ظاهر زي ما بيظهر في ليفربول. هو يلام على جزء زي كده، لكن في النهايه هو جزء خارج عن ارادته. هو يلام بس جزء خارج عن ارادته، هو عايز يظهر بشكل كويس بس مش عارف، مش عارف يأدي. اخر نسخه لمحمد صلاح الدوليه المحترمه والجميله كانت في الجابون 2017، اسهم اسهام غير طبيعي. لكن من بعدها انا ما شفت الصلاح بيقدم بشكل اللي احنا بنشوفه مع ليفربول. توسطت بالبعض يعني في الفتره الاخيره انه بيطالبوا صلاح بالاعتزال اللعب الدولي مع المنتخب، تخيل. هو خلي بال حضرتك، هو طلب، اللي انا عرفته ان هو طلب النهارده انه يظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراه كابفيردي. هيتكلم كتير النهارده، هيظهر النهارده كلام كتير هيتكلمه محمد صلاح، لانه اللغط كتر حواليه وهو طبعا. اصلا مستعمل لغط عليه، لانه في النهايه هو من جواه نفسه يعمل حاجه منتخب بلد، لكن الامور مش حتى من باب المجد الشخصي لنفسه. طيب يعني انا عايزك ترجع يا كابتن كريم للماتشات اللي فاتت دي كلها بتاعت منتخب مصر. اسهامات صلاح رقم واحد طبعا. اهداف صلاح كتيره جدا، وجوده في الملعب زي ما حضرتك قلت بيوقف 3-4 لعيبه معاه، وفي ثقل كبير جدا لمنتخب مصر وجود صلاح. هو مش موفق على المستوى الشخصي، هو مش ليفربول فعلا، هو مش بتاع ليفربول، لكن في النهايه بيحاول ويسعى، بيحاول ويسعى. انا مش بدافع عن محمد صلاح، انا بدافع عن قيمه كبيره موجوده عندنا، احنا المفروض ندعمها فنيا، ندعمها نفسيا طبعا. ندعمها نفسيا. هو مش حاسس بالدعم ده يعني. انا عارف محمد صلاح، وخلي بالك صلاح من اللعيبه الرجاله، لو بيتعامل مع السوشيال ميديا بهذا المنطق هيقول لك انا هعتزل، لان خلاص الناس مش قابلاه. السوشيال ميديا كلها بتهاجمه، ليه معظمها، مش عايز اقول كلها، معظم السوشيال ميديا تهاجم محمد صلاح، لان محمد صلاح لا يقدم مع منتخب مصر المستوى المطلوب، وبيلعب لنفسه، بيلعب لليفربول وخايف على رجله، ودقيقته بقد ايه، ودقيقته مش عارف ايه. طب ما تدعمه، ادعموه. شفتوا رياض محرز؟ ما هو مش في مستواه. طب في الحته دي معلش انا عايز اقف مع حضرتك عند التفصيله دي. تعالى نعمل مقارنه، إنجازة المقارنة يعني. أنت عندك حد زي ميسي لما بيكون مثلا مش موفق مع منتخب الأرجنتين بيتقطع. أيوه، ما بيتقطع من الجمهور المنتخب تمام. الأرجنتين بس بيتقطع ليه؟ لأنه في ثقافة هناك، ثقافة إن هم عارفين إن هو مش في مستواه، بس هيظهر مرة في مستوى مرة تانية. إنما الناس ما بقتش واثقة في صلاح إنه يقدم المستوى المطلوب منه. صلاح بقاله 3 نسخ مش صلاح. صلاح ما بيصنعش الفارق مع منتخب مصر. هو لغز ده حله عند صلاح نفسه، لانه صلاح يمتلك الامكانيات ويمتلك السي في الرائع ولديه الامكانيات الفنيه اللي تخليه يقود بيقود ليفربول العالميه، بيقود اي حد. لكن في النهايه صلاح مستواه هو لغز، هو بيدور على حل اللغز ده ومش عارف. لكن في النهايه واحنا كمان قيمه كبيره جدا لازم نحافظ عليها،
واكيد في يوم من الايام محمد صلاح اللي ما قدرش يعمله في السنوات اللي فاتت ممكن يعمله في لحظه، ممكن يصعدك كاس عالم، ممكن يجيب بطوله من 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 رحم المعاناه. ما هو ميسي مش فضل زي ما حضرتك بتقول بتقطع سنوات طويله لغايه ما وصل للمجد، وصل ايه كاس عالم طبعا. طيب ده ايه بمؤازره ومسانده ووقوف الالجاب، ونفس التوقيت لازم اللاعب يكون عنده يعني نفسيا مؤهل لده، لان خلي بال حضرتك صلاح لازم يكون مؤهل لده، يعني الكلام ده ما يزعلهوش الا بس التجريح اللي زعله، لكن لو انتقاد فني الناس عندها حق. هو على صعيد الانتقاد الفني الحقيقه يعني طبيعي. لا بعيدا عن ده، دي حاجه طبيعيه، الجمهور الحقيقه مش ملاحق، مش عارف ينتقد مين ولا مين، لان الناس كتير شايفه ان الا من رحم ربي من اللاعبين الكل في بعيد جدا عن مستواه، بعيد عن مستواهم، واحنا بعيدا عن يعني والجمهور بعيد عن مستواه. يعني خلي بالك البطوله كلها انت شايفها من منظور مختلف، البطوله مختلفه، في قوه جديده ظاهره، العرب ما قدموش المنتظر نفسهم منه بشكل طبعا مناسب ما عدا المغرب، فانت حاسس الجمهور حاسس بالصدمه من مستوى منتخب بلادك واللي بيحصل في المنتخبات العربيه ثانيه واللي بيحصل في المنتخبات الافريقيه العريقه مره ثالثه، فانت هتروح فين من ده؟ فاحنا بدانا جلد الذات مبكرا، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل. منتخب مصر لما بيصعد للدور الثاني بيبقى شكل ثاني، نتمنى بس ان نعدي بكره. ما بكره عون اخو الزجاجه ده، وبعدين بكره انت كمان عندك يعني كيب فيردي، واكيد حضرتك تابعت ماتشاتهم اللي فاتت. دول ده لا شويه مدفعجيه، هو لسه كنت هقولها لك، مدفعجيه لازم تشوط من بيشمعوا في المقصات بلا رحمه. ايه ده؟ واحد بيشوط من مؤسسه تيجي جون في اكتوبر. صحيح، غريب جدا يعني. صحيح. طب احنا هنعمل ايه بكره يا استاذ؟ لا، هو انا بقول ربنا يستر بقى على الشناوي والمدافعين بتوعه، لازم بقى بص شوف انت حضرتك بتقول ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ انت بتسالني انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا اقدر بس ان انا من خلال ان انا برنامج حضرتك اقول يا فيتوريا خلي بالك ده عندهم مدفعجيه. طب هل هو ما يعرفش انه عندهم مدفعجيه؟ اكيد خد فكره. المشكله كلها بقى ان بكره لا قدر الله نلاقي المدفعجيه دول شغالين زي ما هم. طب لازم انا لما انا عندي يكون عندي مدفعجيه في المنافسين اعمل ايه انا؟ قوة الردع بتاعتي تكون ايه؟ جاهزة طبعا. سلاح الردع يكون ايه؟ الضغط من نص الملعب، واللي مسك الكورة ما سيبوش يشوط وما عملش فاولات قدام منطقة الجزاء ولا ده بيشوط من نص الملعب، ما عملش حتى فاول في نص الملعب. صحيح. فلازم يكون عندنا قوة الردع موجودة طبعا. أهم حاجة بقى المدير الفني يبقى مصحصح وجاهز، ما بيسيبش الحاجات للصدف، احنا بنسيب الحاجات للصدف، يكون عامل حساب لكل تفصيلة. ده المدير الفني الواعي اللي يبقى عنده حساب لكل تفصيلة، عامل سيناريوهات قدامه 1 2 3 4. طب صلاح مثلا لا قدر الله اصيب في المباراه اللي فاتت يبقى عنده سيناريو يلعب مثلا مين؟ طب ما الناس كلها بتقول اللي بيلعب زيزو مكان صلاح، وصلاح اللي هو صلاح اللي مقعد زيزو، لما تيجي تلاعب هو زيزو جات لك فرصه ان يلعب، ما لعبت زيزو لعبت مصطفى فتحي. فلازم يكون عندك سيناريوهات، المدير الفني بيفرع مدير فني تاني يكون عنده سيناريوهات كتيره لاحداث ممكن تحصل تكون ايه؟ تكون في حساباته، يعني يبقى عندي في كل مركز واحد وبديل ليه طبعا. طب لو السيناريو ده حصل يبقى عندي سيناريو بديل، طب هم لو لازم يكون مدير فني. طب اللي حضرتك بقى بتتكلم عليه وده كلام منطقي جدا ما تهيألناش كلنا ان هو كان حاصل في الماتشين اللي فاتوا. حلو الكلام ده، احنا كجمهور ماشي، ما هو احنا بقى كجمهور نعمل ايه؟ ماشي. هل نتقل ونفضل قاعدين مستنيين النتيجه ونتحاسب في الاخر، ولا في مساحه ان حد ما، شخص ما، جهه ما، كيان ما تاخد فيتوريا على جنب كده بتنجشه يا فيتوريا اللي حصل الفتره اللي فاتت كيت وكيت 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 اظبط، يعني هو مش في مساحه لكده، هو محتاج حد يقول له الكلام ده؟ ده هو محتاج يظبط عشان نفسه، ما احنا قلنا ان هو مش محتاج، ومع ذلك شفنا نفس التجربه تاني في ماتش غانا نفس النتيجه. ما هو احنا برضو انا خايف بكره نشوف نفس الحكايه تاني مع كاب فيردي. طب وبعدين خلينا بقى ايه، نتمنى ان هو يكون استوعب الدرس، نتمنى يكون حد يكلمه، نتمنى ان حد يقول له افريقيا شيء مختلف عن اسيا اللي انت كنت فيها، مختلف عن البرتغال، الفرق مش صغيره زي ما انت متخيل، فرق يعني ما تسمعش لحد يقول لك احنا كسبنا موزمبيق قبل كده وصعدنا. المفروض المدير الفني اجنبي، يعني المدير الفني عنده رؤيه، وفي نفس التوقيت عنده ما عندوش حته ان هو ايه يتاثر بالاوراق بالورقه ما يتاثرش اسف بالارقام المكتوبه قدام، لا يتعامل واقعيا، يشوف المنافس، يشوف حل المنافس، وعندك طاقم تحليل معاك ومحللين اداء قد كده، انت راجل المفروض يكون فاهم وعارف ودرست قبل ما تروح المنتخبات اللي انت هتلعب معاها. يعني كاف فيردي درس ثلاث فرق. صحيح والله، في طبعا. مساعد المدير الفني كان في مداخله في احد البرامج فقال انا هكسب غانا، قال كده هكسب غانا،
لان غانا اضعف فرقه في المجموعه. قال كده يا استاذ كريم وكسبهم بالفعل. ده معناه ان ده راجل رايح البطوله مش رايح يلا يا جماعه طبعا. عندنا بطوله طبعا. لا رايح عندنا بطوله ومعايا الورق مستف ورقي وعارف ان منتخب مصر فيها واحد فيها اثنين فيها ثلاثه. منتخب مصر بيلعب 4-3-3 وبيتحول لفلان وعندهم احسن لاعب كذا عندهم. وفي نفس التوقيت بيطبق ده مع لعبته في التدريبات. وفي نفس التوقيت في مدير فني بيتكلم مع لعبته. في مدير فني يعني هالامور مش فنيه بس, في امور نفسيه وامور فنيه وامور تكتيكيه وامور. كل شويه المدير الفني يتكلم مع لعبته ويحسسهم بقيمه. ليه حسن شحاته كسب ماتش ثلاث مرات ليه ورا بعض ليه؟ بيركز على النواحي الفنيه. ده شيء ثابت والتدريبات شيء ثابته, لكن في حس وطني وحماسه وطنيه طبعا. واغاني وطنيه, وكان بيقول انا بشغلهم اغاني وطنيه في اوضه اللبس. ففي دافع موجود عنده لانه في النهايه رجل وطني وعايز منتخب بلاده يكسب البطوله, وبالتالي بيشتغل على ده. لكن المدير الفني الاجنبي, في مديرين فنيين اجنبيين اجانب على مستوى رائع من المسؤولين, لكن في النهايه فيتوريا لم يحقق ما تصبو له جماهير الكره المصريه حتى الان. سيبك من فاز في كم مباراه, وسيبك انه خسر مباراتين وتعادل في سته والكلام اللي مش تمام ده, لان في النهايه احنا دلوقتي في بطوله مهمه جدا. احنا جايبينه عشان حاجتين, كاس عالم والبطوله دي. جايبينه ليه؟ عشان يلعب ماتشات وديه؟ لا مش عشان ماتشات وديه. طب اذا كان فشل لا قدر الله, حتى الان البوادر كلها تقول فشل في ماتشين في مباريات رسميه, طب هنعمل في مباراه زي كاس الامم, طب هتعمل, طب احنا محتاجينك ليه؟ احنا جايبينك ليه؟ احنا جايبينك عشان تصلح من حال الكره المصريه. لكن في النهايه الكره المصريه محتاجه حاجات كتيره جدا تتحل وتتعالج من الاساس عشان خاطر نبقى زينا زي الفرق. مش نقول احنا سابقين وخلاص, لا احنا نتعلم من تجارب حتى لو كانت تجارب الصغار. ناميبيا اللي كانت اول مره تحقق فوز في البطوله نفسها على حساب تونس طبعا. ده درس لكل منتخب عايز ما يرجعش لتاريخه, ما يرجعش يقول لك انا عملت وعملت وعملت. لا فيش الكلام ده. انت ايه دلوقتي؟ انت بتتعامل ازاي؟ محترفينك فين؟ كل منتخب فيه ما يقلش عن 60 70 80 لاعب محترف, وبيختار من بينهم علشان يعمل منتخب كله محترفين وكلهم على قدم المستوى, من المستوى الجيد. ما كانش ده يبقى ده. انما احنا هنا بقعد اختار تريزيجيه مع كل الاحترام ليهم, لعيبه هايله, لكن في النهايه انا ليا مستوى اللي ظاهر قدامي. انا لعيبه منتخب مصر حتى الان لم يقدموا اي مستوى اشعر من خلاله ان احنا هنذهب بعيدا في هذه البطوله. الوحيد اللي بيقدم مصطفى محمد. في ناس يا استاذ عبد المنعم شافت ان جزء من او سبب من اسباب المشكله والحاله المترضيه اللي احنا شايفين عليها منتخبنا مش في التشكيل, مش في الاسماء, ولكن في التمركز. ان في لاعب ممكن يبقى طول عمره مميز في مركز بعينه, وان فيتوريا حطه في مركز ثاني, فبطبيعه الحال هيفقد جزء كبير من فاعليته ومن قوته الضاربه. هل هذا يعقل ان في بطوله مهمه زي دي ان انا هعمل تغيير في المراكز في هذه البطوله؟ مع الاسف الشديد ده. طب ما ده حصل. ما هو ده حصل, لكن في النهايه ده غلط, وده اللي عامل البلبله في الاداء في منتخب مصر. يعني محمد صلاح ما ينفعش, انا كل عظمه صلاح استمدها من لعبه كجناح ايمن. مظبوط. لكن ما ينفعش اجي العب احسن جناح ايمن في العالم كله طبعا. وسبحان الله والناس كلها مندهشه ان مثل هذا الجناح بكل هذه الاهداف. يعني ازاي جناح يحرز كل هذه الاهداف؟ اللي دي ده اللي صنعت محمد صلاح. ازاي انا اسلوبه اهم مميزاته واخليه صانع العاب في نص الملعب؟ طب وعشان تلعب مين؟ ما هو انت ما لعبتش حد برضه في النهايه. انت لاعب, انت في النهايه مش محرر صلاح, انت صلاح انت مكتفه, لانه في النهايه ده مش مكانه اللي هيبدع فيه. صحيح مليون في المية. طب كنت تديله في مكانه اللي يبدع فيه, لانه ده هيديلك بشكل مختلف, والناس كلها هو صلاح ما بيهموش. لكن في النهايه انت تتحمل مسؤوليه هذا الكلام. يعني فيتوريا يتحمل مسؤوليه ان هو التلاعب في تشكيل منتخب مصر, التلاعب في مراكز اللعيبه, وده الوضح خلال المباراتين الماضيتين. لكن في النهايه هو عنده فرصه لاصلاح الاوضاع, واديك عندك اريحيه كبيره جدا. ما عندكش قيمه زي صلاح, مش هتلعب معاك, مش هتكون موجوده معاك. لكن في النهايه عندك كل الخيارات متاحه. ورينا هتعمل ايه, ورينا اللعيبه اللي بيتقال. انا طبعا انا بقول اللي بيتقال, لانه اللعيبه مش هتقول بيتقال ان هو صلاح ضغطكم. لا, ورونا هتعملوا ايه. صلاح هو اللي متبني الفكر ده, ممكن يكون ليه كلام يرد بيه على كلام حضرتك. يعني اللي متبني الفكر ده هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب ما بعد محمد صلاح ما طلع اللعيبه فاقت. لا, وليه ما يكونش اللعيبه, والعكس صحيح. في ناس بيقول لك اول ما طلع دخل فينا جول. يعني لا, ده بيقول لا لا وده لا بيقول. هو مش مسؤول عن الجول. يعني ما دخل هدفين في موزمبيق كان هو مسؤول عنهم؟ داي. لا, انا بكلمك على جزئيه ان هو لماذا, ليه ما نبصلهاش من الجانب الايجابي اللي بشكل تاني, ان لعيبه المنتخب شعرت بانها مسؤوله
عن انها سمعه منتخب مصر على المحك، لان خسرت خلاص انت ويقال في هذا الاطار ان بين الشوطين تريزيجيه والشناوي كان ليهم قول مع اللعيبه في اوضه اللبس. ده المطلوب، لكن في النهايه خليني اقول لك ايه، اللعيبه لماذا لا نقول ان اللعيبه شعرت بمسؤوليه عدم وجود صلاح، فقالوا مش صلاح لوحده اللي هو بيقدم مع المنتخب طبعا بالشكل المناسب، لا احنا هنعمل وهتكون رجاله وهنهدي مثلا التعادل الفوز طبعا على الاقل لمحمد صلاح اللي خرج. خلي بالك محمد صلاح مفيش لعيب يختلف عليه، مفيش لعيب في منتخب مصر بيختلف عليه قيمه وقامه، انت بتشوفه انت بتتفرج عليه في الدوري الانجليزي بتتمنى احنا كمصريين بتمنى نشوفه ونتصور معاه ونتكلم معاه، لانه في النهايه محمد صلاح صنع قبل ان يصنع لنفسه مجد كبير، صنع للكره المصريه مجد كبير بغض النظر بقى عن هو لم يفز ببطوله مع منتخب بلاده، لكن في النهايه ليه اسهاماته الكثيره. صحيح المنتخب ليس محمد صلاح لوحده يلام، ليس محمد صلاح الذي يلام، لكن هو ليه جزء كبير من اللوم في عدم حصول مصر على بطولات، لان عندك انت اكيد منظومه محتاجه تتسيل، عندك لاعبين اخرين محترفين محتاجين يتسيلوا، لعيبه تانيين محليين على اروع مستوى المفروض يكونوا صحيح في افضل مستوى. صحيح صلاح موجود في منظومه مع الاسف الشديد لا تساعده الان على انه يظهر بالشكل المناسب يظهر في ليفربول. نتمنى ان بكره ان شاء الله ما تكونش بدايه النهايه، تكون بدايه الاصلاح، ان شاء الله تكون بدايه يعني والاصلاح وتصحيح، وان شاء الله نعمل زي ما عملنا ايام كيروش. فين ايام كيروش؟ سبحان الله، وكيروش كان الناس بتحارب كيروش وهو موجود، احنا مالناش الكل بيتحارب يا استاذ، اللي بيعدي قدامنا بيتحارب والله ما لنا قاعده في النقد ولا التحليل طبعا مع الاسف الشديد. صحيح. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده، نورتنا كالعاده، شكرا جزيلا. انا بشكرك والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، بكره باذن الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير ان شاء الله. صباح الفل.